الديتيلز بتاعت الشير فريكشن وازاي استخدمها في المنشآت الخرسانية. تعال نفكر كده مع بعض في مثلا لو عندي فلور بلان، عندي فلور بلان بالشكل ده وعندي تي شير وول هنا، ادي شير وول هنا وادي شير وول هنا، وعندي السنتر اوف ماس وعندي السنتر اوف جرافيتي وعندي البيس شير او الهوريزونتال شير او اللاترال فورس على الفلور ده بالشكل ده في يتاثر في السنتر اوف ماس، وبالتالي في عندي قوه هتاثر على الشير وول هنا، قوه افقيه هوريزونتال هتاثر على الشير وول. يا ترى الشير وول القوه دي هتتنقل ازاي من الفلور للشير وول؟ هتتنقل ازاي للشير وول؟ دي اول حاجه. فبيحصل ان ممكن يحصل سيبريشن هنا او كراك هنا، وارد. دي اول حاجه لازم حضرتك تفكر فيها منطقيا لما نيجي نتكلم على الشير فريكشن في تطبيقها في الجزء ده. هشرح الكلام ده كله بالتفصيل، بس انا بس بفكر مع حضراتكم. طب لو عندي كاميرا ايا كانت نوع البيمز اللي موجوده دي، سمبل سبورتد او خرسانه، سمبل سبورتد بيم سواء كانت خرسانه او ستيل، الكاميرا دي سبورتد على ليدج بيم، حرف ال بيم بالشكل ده، وده منتشر جدا في البري كاست البري ستريست بيمز. طب لما يبقى عند حضرتك رياكشن هنا كده عشان يتنقل من الكاميرا دي للليدج، الكاميرا الثانيه اللي شايلاها دي اللي هي حرف ال دي، فبيحصل توقع شكل الانهيار بتاع الكونكشن هنا هيبقى شكله ايه. قدامك حلين، يا يحصل كراك هنا في الليدج دي كده، ممكن يحصل كراك هنا اهو كده، او يحصل كراك ازاي، او يحصل كراك في البيم دي، او يحصل كراك في البيم دي. يبقى في هذا المنطلق بس الوارد اكتر انه يحصل كراك في الليدج دي، لان هي تبقى الاضعف. ده ابلكيشن تاني. الصوت مسموع؟ تمام. طب لو جيت للجزء لحاجه زي كده، مثلا عندي فلات سلاب وعندي كولم بهذه الكيفيه، شكل الانهيار في الكونكشن دي بيبقى شكله ازاي؟ كلنا عارفين ان شكل الانهيار في الكونكشن دي هتبقى بانشنج شير او تو واي شير. طب لو بيحصل ايه؟ هيحصل كراك بالشكل ده. دي عايزه تنزل نتيجه الاحمال اللي موجوده هنا اهو، الاحمال اللي موجوده هنا اهو، فبيحصل كراك بهذه الكيفيه هنا. طب لو عندي كونكريت فوتنج هنا وعندي عمود وفي عند حضرتك لاترال فورس هنا وفي عندك كومبريشن فورس، مش ممكن يحصل كراك هنا عند اتصال العمود مع الفوتنج؟ جايز. طب لو عند حضرتك تو بيمز بالشكل ده سبورتد على بير زي مثلا كوبري، مثلا بير بتاعت كوبري، في عند حضرتك رياكشن هنا، في عند حضرتك رياكشن هنا، مش ممكن يحصل عند حضرتك كراك هنا اهو وكراك هنا؟ يجوز برضو. كل هذا كل ده ممكن تستخدم فيه الشير فريكشن ثيوري في الديزاين. ما دام عند حضرتك شير بلين، ما دام بنتكلم على ان بيحصل عند حضرتك كراك، ده بنسميه الشير بلين او السطح اللي بيحصل عنده الشير اللي بيحصل عليه الكراك، ايا كان زاويه الكراك دي شكلها ايه. طب تعالى ناخد بالظبط الفلسفه او الموضوع جه من فين ونتكلم عنه بالتفصيل. اول حاجه قال لك الشير فريكشن از ان امبورتنت تول ان ذا ديزاين اوف كاست ان بليس بري كاست اند بري ستريس كونكريت ستراكشر. تولز مهمه جدا 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 في ايدك، ممكن تستخدمها في ديزاين اي حاجه سواء كان كاستنج بليس او بري كاست او بري ستريس. لو حضرتك شغال في البري كاست هتلاقي البري كاستر بالذات بيستخدموا الشير فريكشن في كل حاجه. اي حاجه بيتزنقوا بيها بيستخدم الشير فريكشن. زي ما هنعرف.
قال لك الشير فريكشن بريفيجنز اول ما اتحطت الشير فريكشن سيري او الشير فريكشن عامه ابتدت تظهر في الصوره العمليه بتاعتنا سنه 1971 ظهرت في الاي سي اي 1971 اللي هو في اول في الفيرجن بتاع 71. طب قال لك عشان في ناس كتير قوي بتقول الشير فريكشن ده ليه كذا مسميات. هو انت عندك سطحين بينزلقوا على بعض، في عندك سطح اهو ادي بلوك كونكريت ورابط بينهم ستيل بالشكل ده، وانت بتعرض في فورس جايه كده، فاللي بيحصل في عندك شير بلين هنا، فقال لك بيتولد حركه افقيه بين السطحين دول بينتج عنها ازاحه سليب. في ناس بتسمي الحركه دي او اللي بيقاوم الموضوع هنا ها في الشير بلين ده بتسميه الاجريجيت انترلوك، وده وارد، ده جزء من المقاوم الشير في 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 البلين ده. وفي ناس بتقول له بيسميه الانترفيس شير ترانسفير، وده ناس كتير قوي بتسميه كده. في ناس كتير قوي بتسميه الهوريزونتال شير، ممكن نسميه الهوريزونتال شير. في ناس ثانيه بتسميه الشير فريكشن، انا بسميه الشير فريكشن. فعشان يحصل او الشير فريكشن تشتغل لازم يبقى في عندك سطحين بيحصل عليهم حركه، هيحصل فيهم حركه اي كان الحركه دي افقيه او فيها بعض، يعني ما دام حصل سيبريشن يبقى في حركه راسيه كمان، هنعرف الحركه الراسيه اللي جت من فين. يبقى ده تقريبا الشير فريكشن. يبقى عشان اوصل للشير فريكشن انها تشتغل معايا لازم يبقى في حركه، لازم يبقى فيه حركه. طب تعال نشوف الاساس العلمي بتاعها جه من فين. الاساس العلمي اصلا كان 1969، دي مكتوبه غلط، 1969 لما البروفيسور ماتو عمل سبيسيمن بهذه الكيفيه، بلوك خرسانه خلى فيه جاب الناحيه دي وخلى فيه جاب هنا، ادي جاب وادي جاب هنا، وربط وخلى فيه شير بلين هنا، مره عملوا كاس كله كاس مره واحده ومره عملوا كاس على مرتين او صبوا على مرتين، واثر بقوه في هنا واثر بقوه في هنا. فايه اللي بيحصل دلوقتي؟ لما اثر بقوه في هنا السطح ده تعرض لقوة V لتحت والسطح ده تعرض لقوة V لفوق، وبالتالي حصل فريكشن هنا، شير فريكشن هنا، حصل موفمنت. بيسموا الطريقة دي في الاكسبيرمنتال بيسموها البوش اوف. اتعامل برضو 1972 تيست تاني بنفس الطريقه برضو للشير فريكشن او الشير ترانسفير بهذه الكيفيه. معظم 99% من الاي سي اي يا جماعه مرتبط ارتباط كلي بالعملي بتاع الفول سكيل سبيسيمنت. كل المعادلات وكل الاوبزرفيشنز وكل الريكومنديشن مبنيه على تجارب عمليه اتعملت في المعامل. وبالتالي لما بنعمل اي تجربه عمليه ان اكسبيرمنتال وركس بينتج منه حاجتين، بينتج منه ريزلتس وبينتج منه observations، طلع نتائج وبنشوف اللي حصل ايه. طب بروفيسور ماتو لما عمل التستنج ده ايه النتائج اللي طلعها؟ طلع التالي، قالك لما يكون، قالك هو لما جه عمل الاختبار بتاعه قال لك عمل البوش اوف ميثود ده على نوعين من العينات، او هو عينات كتير بس على نوعين، الكراكت والان كراكت.
يعني السطح ما بين التو بلوك اوف كونكريت دول هم مره كان في كراك يعني مصبوب على مرحلتين، ومره ما كانش في اني كراك مصبوب مره واحده البلوك. طب ايه اللي حصل؟ قال لك لما رسم العلاقه ما بين الاسترس الحاصل على السطح بتاع الشير فريكشن بلين والاسترس في الحديد، لقى العلاقة عبارة عن علاقة خط مستقيم تقطع المحور الرأسي زي ما هو واضح في الشكل اللي قدام حضرتك دلوقتي. طب العلاقة دي تشبهك، الخط ده يشبهك بإيه؟ يشبهك بالشير، بالسويل شير سترينث تيست اللي احنا كنا بنعمله زمان في السويل. وراح كتب المعادلة ان الاسترس الواقع على السطح او الشير بلين عبارة عن C بلس ميو في سيجما. قال لك الـ C هي عبارة عن الكوهيزيف اللي هو الالتصاق أو التماسك ما بين السطحين، يبقى الترم ده الـ C هو الكوهيزيف، الترم الثاني ده اللي هو الفريكشن. يبقى حصل هو من النتائج بتاعت التست على المعادلة دي المهمة جدا اللي هي أساس التصميم بتاعنا. طب السي عبارة عن الكوهيجن، وميو وسيجما، ميو هي عبارة عن الكوفيشن اوف فريكشن بين السطحين، والسيجما قال لك الكومبريسيف ستريس اون ذا شير بلين. هنعرف بقى الكومبريسيف ستريس ده جاي من فين. قال لك الاسترس ده ممكن نعوض عنه، ممكن الكومبريسيف ستريس ده ب رو مضروبه في الاف يلد بتاعت الستيل. طب اللي خد بال حضرتك دلوقتي انا بتكلم على ادي عندك البلوك اللي بيتكلم عليه في التستنج، وادي الشير بلين اللي حصل عليه. لو بصيت على السايد فيو هتلاقي مثلا البلوك ده عرضه كده، فلو المسافه دي بي والمسافة دي تي، فأصبح مساحة الشير بلين هنا عبارة عن بي في التي، وبالتالي الفي هي عبارة عن الفي ألتيميت اللي هي الشير اللي مؤثر هنا القوة مقسومة على المساحة اللي هي إيه الشير بلين أريا اللي هي تساوي السي بلس ميو في الاي اس مساحة الستيل اللي موجودة دي كلها مقسومة على البي في التي مضروبة في الاف في. نمسح دي خالص عشان مش داخل المعادلة. دي هي المعادلة اللي موجودة عندنا. لو عايز احول المعادلة دي من ستريس لفورس هشيل دول قصاد بعض كده، وتبقى معايا في التيميت تساوي السي بلس ميو في الاي اس في الاف في. دي المعادلة، وبعد كده هنعرف ان ايه اللي حصل بعد كده في المعادلة دي. وزي ما هي الرو في هي the ratio of the transverse reinforcement across the shear plane to the area of the shear plane اللي هي عبارة عن مساحة التسليح اللي موجودة في الشير بلين مقسومة على مساحة الشير بلين نفسه كقطاع. طب حلو جدا، ده بالنسبة للتستنج، ده بالنسبه للريزلت هو حطوها كده. طب ايه الاوبزرفيشن اللي عمل، ايه الاوبزرفيشن اللي حصلت، ايه الاوبزرفيشن؟ قال لك الاوبزرفيشن اللي حصلت حاجه مهمه جدا جدا جدا. لما بتيجي حضرتك عند حضرتك عمود وكاميرا بالشكل ده، ادي عندك بيم وعندك كولم بالشكل ده، وفي عند حضرتك طبعا ده الرياكشن بتاع الكولم، وده الفورس اللي جايه على البيم. يا ترى شكل الانهيار او شكل الكراك بتحصل شكلها ايه؟ بيحصل الكراك شكله ازاي؟ بيحصل الكراك شكله كده، هتلاقي حضرتك هيتكون كراك كده كده. عشان كده بنحط التسليح بتاعنا الدياجونال بالشكل ده. خد بال حضرتك من شكل الكراك اللي حصلت هنا في البي. طب هو ليه ايه؟
قال لك لو عندك العينة بتاعتك في الشكل ده بالصورة دي اهي، وأثرت بقوة V هنا والقوة التانية V هنا هنا، فحصل شير على البلان ده، وبالتالي أول observation لاحظها البروفيسور قال لك في عندك the first series of crack will develop diagonally. قال لك أول كراك هتحصل diagonally، يعني كراك هيحصل، أدي الكراك أهو وأدي كراك أهو، وكل الكراكس اللي بعد كده هتحصل إيه؟ هتحصل diagonal، ده في البداية. طب لما حصل كراك diagonal بالشكل ده إيه اللي حصل بالظبط؟ قال لك كل كراك من دول تعرض، خد بال حضرتك القوة الشير دي هتتحول لأكسيال دلوقتي، أصبحت فيه في قوة هنا، أصبحت قوة كومبريشن، حصل كومبريسيف استراب، كل واحد من كل ما بين اتنين كراك كده حصل فيه استراب معرض لكومبريشن، اللي هو لو جيت حضرتك أخدت ممبر صغير بالشكل ده كده هتلاقي فيه عندك الشير لفوق والشير هنا كده والشير لليمين والشير للشمال، حصل عند حضرتك الدياجونال تنشن المشهور بالنسبة لنا، عشان كده حصل الكراك. إزاي حصل الكراك بالشكل ده؟ ده الملاحظات بتاعت مين؟ بتاعت التيست. قال لك لما بيحصل في الاند بتاعت الاسترات ده بيحصل موفمنت، والموفمنت دي خد بال حضرتك بتحصل موفمنت، الموفمنت دي هتولد تنشن فورس على التسليح. الموفمنت اللي هتحصل هتولد تنشن، هو سيبريشن بقى، خد بال حضرتك اول ما بيحصل موفمنت بيحصل سيبريشن، واول ما بيحصل سيبريشن بين التو لايرز او التو على الشير بلين بيتولد تنشن على التسليح، هي كلامبنج فورس. طب بص حضرتك مهم، حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة لنا، لو عندك ادي البلوك بتاعنا اللي بنتكلم عليه، وأثرت بقوة V وأثرت بقوة V هنا، فعشان يحصل شير فريكشن لازم يحصل موفمنت، لازم يحصل سليب، وبالتالي بيحصل حركة أفقية سليب. الحركة الأفقية دي هيتولد منها شير ستريس، فريكشن ستريس، هيتولد منها فريكشن ستريس. طب الفريكشن ستريس ده هيتولد من فين؟ قال لك يتولد من الكومبريشن اون ذا كونكريت سيرفيس، والكومبريشن من الكونكريت سيرفيس هيتولد من فين؟ قال لك هيتولد من التنشن انفورسمنت، التنشن عايز يعمل كلامبنج للتو بلوكس توجذر، عايز يمنع السيبريشن بتاع التو بلوكس اوف كونكريت ان هم يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم سليبج. وبالتالي قال لك الشير ان ترانسميتد اكروس ذا كراك باي الشير بقى اللي حصل، الشير هي القوه في دي هتتوزع او هتتقاوم بالفريكشن والداولز بقى. ده الاساس، ده اللي هو النظريه في الاول، ده هو النظريه. طب تعالى بص كده حضرتك دلوقتي المعادله بتاعت اللي استنتجها من التستنج، قال لك الاسترس على سطح الشير بلين يساوي سي بلس ميو في سيجما، وعرفنا ان سيجما هي عبارة عن نسبة التسليح بالنسبة لمساحة الشير فريكشن بلين مضروبة في الاف ييلد، والسي هو عبارة عن الكوهيجن. قال لك احنا هنحمل السي نهائي، مش هناخد الكوهيجن معانا. ليه مش هناخد الكوهيجن؟ لان احنا بنتكلم على خرسانة يا اما مصبوبة مع بعضها مونوليتيكالي يا اما بري كاست، يا اما سطحين مصبوبين في وقتين مختلفين، وبالتالي هنهمل السي. فاصبحت المعادله زي ما قلنا لحضراتكم الفي للستريس
اللي حاصل على أو اللي حاصل فيه الشير بلين يساوي ميو مضروب في الرو مضروب في الاف يلد. زي ما اتفقنا ان ده مقسوم على مساحة وده مقسوم على مساحة، لو مساحة ايه؟ السيرفيس اريا بتاعت الشير بلين. يبقى الاريا راحت مع الاريا، يبقى بدل ما تحول الستريس تحول لفورس، يبقى الفورس اللي مؤثرة او الشير المؤثر عندك عشان تقاومه هتقاومه بالفريكشن اونلي، ويساوي الاي في اف مضروب في الاف اي مضروب في ام يو. الاي في ده مساحة التسليح اللي لو عندك ده المتوقع الكراك مثلا، يبقى ده مساحة التسليح اللي بتكلم عليها. الاف يلد اللي هو اليلد سترينث. ميو قال لك هو عباره عن الشير فريكشن، وده يساوي بقى ده من الجدول. قال لك لو عندك الخرسانه مصبوبه مع بعضها مونوليتيكالي هتاخد ميو تساوي 1.4 من 10 لامدا، ولامدا ده فاكتور يساوي 1 في النورمال ويت كونكريت، او على حسب بقى لو هي لايت ويت كونكريت هتاخده 8 من 10 او 0.75 على حسب الكود اللي انت بتتكلم فيه. لو الخرسانه concrete placed against hardened concrete that is clean, free and intentionally roughened والرفن مقداره تقريبا quarter inch هتاخد ميو تساوي 1. لو ما عندكش رفن هتاخد ميو 0.6. يعني من الاخر فاكرين زمان لما اي حد بصب خرسانه او بصب اي حاجه يقول لك لو سمحت لو في خرسانه جايه فوقيه لو سمحت خشن السطح. كلمة خشن السطح دي بتزود من 6 من 10 ميو لواحد، يعني تقريبا 8 من زيادة دبل almost double. أما لو أنت بتتكلم على خرسانة placed against a rolled section، لو أنت بتتكلم على خرسانة هتصبها على سطح أملس حديدي بتاخد الميو بتاعتك 0.7، تاخد الميو بتاعتك 0.7. ده بالنسبة لأساس النظرية العلمي، مين التجارب والمعادلة بتاعة الريزلتس والأوبزرفيشن. طب تعال نشوف لو عندك سيخ التسليح ده كله، ده قلت بال حضرتك لو القوة في موازية للشير بلين والتسليح عمودي على الشير بلين، طب لو التسليح مايل هيحصل ايه؟ قال لك لو التسليح مايل على الشير بلين، خد بال حضرتك مايل وليست على القوه، مايل على الشير بلين. لو التسليح مايل على الشير بلين اصبح في عندك مركبتين. طب المركبتين جم من فين؟ انا فاكر حضرتك قلت ناس كتير قوي لما بتكلم على الشير بتفكر ان اللي بيحصل قص على البارز او قص على التسليح اطلاقا. لا، ما بيحصلش قص على التسليح، بيحصل تنشن في التسليح، فبيحصل قوه تنشن هنا. القوه التنشن الحاصله في الربار مقدارها ايه؟ قال لك مقدارها ايه؟ ايه مضروبه في الاف يلد. هذه القوه هتتحل المركبتين، مركبة رأسية ساين ومركبة أفقية كوساين. وبما أن المركبة الرأسية بتضغط، قبل حضرتك هي أساسا بتشد في التسليح، ولكن هي أصلا بتعمل كومبريشن في الخرسانة لكل فعل رد فعل، وبالتالي هذه القوة ساين بتضرب في ميو زي ما خدنا في علم الديناميكا زمان الاحتكاك. ميو هو معامل الاحتكاك، والاي في في الساين هي عباره عن القوه المؤثره الكومبريشن. فاصبح في عند حضرتك مركبتين، مركبه فريق راس افقيه ومركبه راسيه. المركبه الراسيه اللي هي عباره عن الكلامبنج كومبوننت، والمركبه الافقيه اللي هي عباره عن البارل كومبوننت، ودول هم اصبح عندك لو عندك التسليح مايل بزاويه الفا على الشير بلين. طب تعال نشوف الكود الامريكي في الاي سي اي قال لك ايه. الاي سي اي نمشي واحده واحده، الاي سي اي قال ايه؟
الاس اي في شابتر 22 سيكشن 22.9.1 قال لك عشان نستخدم الشير فريكشن اي قطاع عندك ليه كباسي وفيه القوه المؤثره عليه. القوة المؤثرة عليه اللي هي الابلايد فورس احنا بنسميها الديماند، يبقى الفي ألتيميت دي ده اللي هي بنسميها الديماند اللي هي مؤثرة على القطاع. الفي ان اللي هي النومينال سترينث اللي هي بنسميها الكباسيتي، القطاع ممكن يشيل كام. قال لك الفلسفة التصميم الديزاين سترينث قال لك لازم تكون القوة او الستريس النومينال مضروب في السترينث ريدكشن فاكتور لازم يكون اكبر من او يساوي الديماند، يعني الكباسيتي اكبر من الديماند. خلاصه القول. طب الفي السترينث ريدكشن فاكتور فيه قال لك يساوي كام؟ قال لك يساوي 0.75. في الشير بناخد السترينث ريدكشن 0.75، يبقى 0.75 مضروب في الكباسيتي لازم يبقى اكبر من او يساوي الديماند. كلام زي الفل. في السكشن 22.9.4.2 قال لك التالي، قال لك ادي المعادله اللي جت من التستنج اهي، بس ما طبعا السي اللي هو الترم الثاني في المعادله اهمل زي ما اتفقنا اللي هو الكوهيجن اهمل. وبالتالي المعادله هي ميو مضروبه في الاي مضروبه في الاف فيلد، موضوع منتهي. قال لك لو عندك لو التسليح مايل بزاويه الفا على الشير بلين المعادله دي تحول الى المعادله دي لها ترمين كلامبنج وبرر فورس. كلام لحد كده كلام زي الفل. مهم جدا بقى يا جماعه، وللاسف ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها من هذا الامر. خد بال حضرتك هنا كده في الجمله دي كده بيقول ايه؟ Shear friction doesn't apply. انت قال لك لو compression and reinforcement، يعني ايه compression and reinforcement؟ ده موجود يا جماعه في section 22.9.4.3. خد بال حضرتك دي مهمه جدا، مهمه جدا دي. لو انت عندك ادي الشير بلين بتاعك بالشكل ده وفي عند حاجه قوه شير طالع لفوق وفي قوه شير نازله لتحت، فاللي بيحصل ايه؟ بيحصل قوه شير دي بيحصل شير هنا بيحصل تنشن هنا رينفورسمنت. طب لو العكس بقى، لو التسليح مايل كده هيحصل كومبريشن هنا، واحد من الكومبوننت تحصل كومبريشن. قال لك لو حصل كومبريشن مستحيل الشير فريكشن تطبق. طب الكلام ده ليه؟ بمنطق ليه؟ طب ما هتشتغل. قال لك لا مش هتشتغل. طب تعالى نشوف نشتغل ليه. بص حضرتك كده نرجع للفيرست برنسبل بقى بتاعت ايه؟ بتاعت الخرسان. لو عند حضرتك كاميرا بالشكل ده وعمود، ده قلم وده بيم، وعندك فورس هنا وادي رد الفحة بتاع العمود كده، يا ترى حضرتك اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان بيحصل كراك هنا في شير كراك. طب شير كراك بتبقى شكلها ازاي؟ قال لك شير كراك هتبقى كده. حلو. طب احنا بنحط حديد التسليح ازاي؟ بنحط حديد التسليح دايما عمود على الكراك، لان لو خدنا لو حضرتك اخذت بمبر لحته اليمنت بالشكل ده والشير هنا كده، فالدياجونال شير بيحصل ازاي؟ بيحصل كده، وبالتالي الكراك حصل سوري العكس ده كده وده كده، فالكراك بيحصل كده، ده اللي هو الكراك. طب بنحط الحديد ازاي؟ احنا بنحطه عمود على الكراك عشان يشيل التنشن. يعني لو جيت حضرتك حطيت السيك المكسح كده هنا كده، لو حطيت السيخ المكسح هنا كده وحطيت السيخ المكسح هنا كده وحطيته كده قلبته، يعني هل هيتغير حاجه في
في الكراك دي، قال لك ما زال الكراك هيفضل زي ما هو كده وهيوسع، وهيحصل انهيار هنا كده، او يحصل انهيار كده، او يحصل انهيار كده. ما هو ده اللي حصل بقى هنا كده يا جماعه، ان حصل كومبريشن في التسليح، ما حصلش تنشن. فعشان يحصل تنشن في التسليح لازم يعمل ايه؟ لازم تحط البار بتاعك ايه بالشكل ده، عمودي على الكراك. عشان كده ده لهذا السبب، ده السبب ده ما ينفعش، لان لما بيحصل كده الكراك بيحصل ازاي؟ الكراك هيحصل كده. نمسح الله. فالكراك هيحصل كده. اذا ما دام الكراك هيحصل كده، مفيش حاجه هتخلي الكراك يمنعه من انه يكبر لحد الانهيار. خلاص يبقى الجزء ده يدخله، خلاص يبقى كده الانهيار هيحصل، هيحصل مش بس كده. طب احنا دلوقتي ما عندناش، باختصار كده بنحط الحديد دلوقتي، ما بنحطش راسي، بس ما بنحطش الدياجونال بطه. وبالتالي لو عند حضرتك بنحط ايه؟ بنحط كنات. الكود قال لك في مسافه بين الكنات لازم ما تعديهاش. طب ايه السبب؟ السبب واضح جدا زي ما عرفنا زمان في كورسات الخرسانه في البدايات، ان لما حضرتك الكراك بيحصل، بيحصل كده. الكراك ده تقريبا بيحصل على زاويه كام؟ على زاويه 45 تقريبا. طب انا لو حط لا زاويه 45، لان المسافه دي تقريبا دي. طب لو حطيت الكنات بقى كل مسافه دي حضرتك، يعني حطيت واحده هنا وواحده هنا على مسافه دي، ما انت حضرتك كده الكراك حصل ما بين ايه؟ ما بين الكنتين اللي عندك، فاصبح هيحصل ده انهيار بالشكل ده. يبقى مهما حطيت تسليح راسي او كنات تقاوم الشير، هي مش هتقاوم الشير، لان الكراك هيحصل بين ايه؟ بين الاثنين. وبالتالي لازم على الاقل يبقى في عند حضرتك كنه هنا تعمل الكنه دي، بتعمل كلامبنج، بيحصل فيها تنشن فورس، تنشن فورس. الكراك ده عايز يوسع، فلما الكراك عايز يوسع بيحصل تنشن فورس في ايه؟ في الكنات. ايه اللي بيمنعه انه يوسع؟ هي الكنه. طب امتى يزيد يوسع؟ امتى يوسع؟ لما الفورس على الكنه تزيد عن اليلد بتاعها. وده لهذا السبب يا جماعه مهم جدا نبقى فاهمين. الكراك، الكراك بنحط فيه خرسانه، بنقاومه بحديد تسليح. طب حديد التسليح ده بيبقى شكله ازاي؟ لازم يعرض لتنشن ولا كومبريشن؟ لازم يعرض لتنشن. ده السبب ان ما ينفعش احط في الشير فريكشن، ده السبب اللي خلى الكود ما ينفعش حديد التسليح يبقى مايل في ويحصل فيه كومبريشن فورس. ده طب هل في اقصى فورس، في اقصى قوه ممكن تتنقل في الشير فريكشن؟ يجي واحد يقول لك ايه، طب ما انا كده ممكن انجل زمن، انا عايز احط بقى حديد تسليح بقى عمودي على الشير بلين براحتي. قال لك لا مش براحتك، الكود حط ابر ليميتس هنا عند حضرتك. الكود عند حضرتك حط ابر ليميتس في ار في سيكشن 22.9.4.4، حط ابر ليميتس. لازم الخرسانه تشيل الفورس دي، لاما بعد كده انك انت الخرسانه هتشرخ حوالين، هيحصل كونسنتريشن ستريسز والخرسانه نفسها هتشرخ، فلازم الخرسانه بقى القطاع بتاعك يشيل الفورسز دي. فقال لك ايه؟ قال لك في مينيمم هنا في التيبلز دي. على سبيل المثال ده لو حضرتك شغال بالاس اي يونت، وده لو شغال باليو اس يونت، ده مترك يونت وده اليو اس يونت. قال لك لو النورمال ويت كونكريت بليس مونوليتيكالي اور بليس اجينست هارد ان كونكريت انيشيالي انتشنلي رافن تو ا فول امبليتيود اوف ابروكسيميت كوارتر انش، لو عند حضرتك سواء الخرسانه مصبوبه مع بعضها او مصبوبه على مرتين بس السطح بينهم رافن، هتستخدم الثلاث معادلات دول هم وتاخد منهم ايه؟ وتاخد منهم الاقل. قال لك الفي ان المفروض لا تزيد عن دي، زي ما هنعرف بعد كده مسائل بالارقام. انا حاطط كميه امثله بالارقام كتير جدا.
لو حضرتك شغال بالمتريك يونت يبقى هتستخدم المعادلات دي. اذر كيسز بقى يبقى هم المعادلتين دول. يبقى بعد ما تحسب الفي التيميت اللي هي القوه المؤثره على القطاع عندك، بتحسب الفي ان مرتين، بتحسبها من التسليح وتحسبها من القطاع من المعادل من الجدول ده. واهم حاجه بتاع التسليح ما يزيدش عن مين، ما يزيدش عن اللي في الجدول ده زي ما هنشوف بعد كده. في ليميت مهم جدا يا جماعه برضو، حطوا الاي سي اي في سيكشن شابتر 20 وقال لك لو هتستخدم الشير فريكشن لو سمحت اليلد ما يزيدش عن الاف يلد، الاف يلد بتاعتك لا تزيد عن 60 كي اس اي، 60 كي اس اي اللي هي 420 ميجا باسكال، ده ما تضرب في 7 عشان التحويله اهو 420 في المتريك يونتس. طبعا احنا دلوقتي في الكود الجديد الاي سي اي 19 في حديد جريد 80 وفي حديد جريد 100 اللي هو 550 و690. قال لك ممنوع منعا باتا تستخدم اكتر من 6 كي اس اي او 420. طبعا لو استخدمت حضرتك يعني، بس عشان الناس تبقى فاهمه الصوره، طب انا لو استخدمت 690 ميجا باسكال المنشأ بتاعها يقع؟ لا اطلاقا لا طبعا. في سبب علمي، يعني في سبب علمي وراء كده، مش المبنى احصل كولابس اطلاقا. طب ايه السبب العلمي؟ ايه السبب؟ ليه الكود قال ما تستخدمش في الشير فريكشن حديد اليلد بتاعه اكبر من 420 ميجا باسكال او 60 كي اس اي؟ تعال نشوف. صراحة يعني قعدت أدور لقيت الموضوع يعني لو بصيت في سيكشن الآر الكومنتري 20.6.22.4 هتلاقي هو قايل لك كده كام جملة هنا حلوين ممكن تستنتج منهم وممكن لا. The limit of 60 BSI on the value of F yield and F yield tension used on the design for most shear and torsion reinforcement is intended to control the widths of inclined crack under surface level gravity loads. قال لك the higher yield strength 80 is permitted في shear design not في shear friction. يعني الانتنت بتاعه انه يعمل كنترول للويدث اوف ذا انكلاين كراك. طب ما الكلام ده معناه ايه؟ بص حضرتك حاجه ثانيه كمان. قعدت ادور واعمل ريسيرش اكتر لقيت في بيبر برضو لكان اند ميتشل منشوره في الاي سي اي ستراكشر جورنال 2002 كانت اختصار البيبر دي بتقول عشان ال 6 كي اس اي قال لك ايه؟ It is recommended that the yield stress on the transfer reinforcement اللي هو بيتكلم على الشير فريكشن reinforcement now be limited to 6 كي اس اي to limit the slippage along the smooth crack on the high strength. هو بيتكلم على الهاي سترينث هنا، بس هي اللي انا عايز اوصل له هي دي كده. to limit the slippage along the smooth crack and to give uniform friction coefficient for normal and high strength concrete. طب ايه الكلام الكبير ده؟ بص حضرتك بقى، لو انا عندي بلوك تو بلوك خرسانه كده اهو، وادي الشير بلين هنا كده، معادله الشير بلين معادله الشير بتقول الشير فريكشن بتقول لك ايه؟ ال في ان او الفي في ان تساوي الفي مضروب في ميو في الاي اس F مضروب في الـ F يلد. دي معلومة عندك اللي هي عبارة عن الـ V ultimate هتساوي الـ V N، في V N مضروب بتساوي الـ V ultimate. ميو معروفة من الجدول، يا واحد يا 1.4 من 10 يا 6 من 10 يا 7 من 10 أيا كان القيمة بتاعتك. في 0.75 معروفة.
الاي اس دي مجهوله بالنسبه لي، اليلد معلوم. طب دي معلومه، طب لو كل ما زادت دي، لو دي كانت مثلا 420 او كانت 550 او كانت 690 على حسب اليلد، كل ما زادت الاف يلد كل ما حصل للاريا، كل ما الاريا مالها قلت، كل ما الاريا قلت، يعني كل ما الاريا قلت يعني المسافه بين الاسياخ مالها هتزيد. لما المسافه بين الاسياخ هتزيد احنا بنتكلم على ميو اللي هي الفريكشن. الفريكشن جاي من فين؟ في قوه تنشن في الريبارز هنا بتولد كومبريشن فورس. طب ما المسافه دي بعيده عن بعض وبالتالي كومبريشن هنا والكومبريشن هنا والحته دي ما فيهاش كومبريشن، وبالتالي الكراك هتوسع هنا اهو لكن هنا مش هتوسع. يعني الشير فريكشن في المنطقه دي كويس، سوري اليونيفورم فريكشن، فريكشن كوفيشن هنا تمام والفريكشن كوفيشن هنا تمام، والحته دي ما فيهاش فريكشن كوفيشن خالص لان المسافه زادت. وبالتالي لما يكون الاف يلد قليل ده التسليح بالاي اس زادت، يعني معنى الاي اس زادت يعني في اصبح عندك المسافه بين الفيرتيكال او بين الرينفورسمنت اصبحت ايه؟ قريبه، يعني اصبح في يونيفورم دلوقتي، يعني اصبح الفريكشن فورس دي اللي احنا بنتكلم عليها المحسومه بالفي ان متوزعه بايه؟ متوزعه بانتظام، والكراك اصبح ماله بقى؟ ما بيكبرش. ده السبب اللي عايز يوصل له هنا في هذا الامر. يبقى السبب مش سبب كولابس ولا اي حاجه خالص ولا داكتايل ولا 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 ولا، ولكن هو السبب هو عباره عن سيرفيس ليفل، انه عايز يوصل ان الكراك عايز يضمن ان الفريكشن كوفيشن موزع بانتظام على السطح الشير بلين، بالاضافه الى ان الكراك كلها ماشيه ايه؟ ماشيه ميه واحده، ما فيش اي مشاكل فيها. او ما بتوسعش في حتة والضيق في حتة وهكذا يعني. طب دلوقتي أصبح أنا لو عندي شير بس، ده كلامنا كلامنا كله ده وأنا عندي شير بس. طب لو عندي شير، لو عندي شير وعندي قوة خارجية نورمال فورس، أو عندي مثلا بيندينج، أعمل إيه؟ ما هو أوقات كتير قوي في بيحصل بيندينج، عندك بيندينج على بين السطحين، تعمل في إيه؟ قال لك لو عندك تنشن فورس خارجية، تنشن فورس خارجية، الكود قال لك ايه؟ قال لك الاريا اوف رينفورسمنت ريكوايرد تو ريزيست ا نت فاكتور تنشن اكروس ان اسومد شير بلان شال بي ادد تو ذا رينفورسمنت ريكوايرد شير فريكشن. يعني بالاضافه الى عن التصليح اللي جاي من شير فريكشن، هات تصليح ثاني من التنشن واجمع الاثنين مع بعض وحطه في القطاع. يبقى اصبح في اثنين تسليح دلوقتي، او التسليح جاي من حاجتين، من الشير فريكشن بالاضافه الى الاي اس، بالاضافه الى الاي اس اللي جاي من ايه؟ اللي جاي من التنشن. يبقى لو عند حضرتك فورس، يا عند حضرتك دلوقتي ادي القطاع بتاعك اهو، وفي عند حضرتك شير كده وشير كده، وفي عند حضرتك تنشن فورس هنا وتنشن فورس هنا، قال لك هتجيب التسليح اللي هنا اللي هو اللي بنسميه الاي في اف من المعادله دي، وهتجيب التسليح هنا من التي مقسوم على الفي في الاف يلد، تجمع الاثنين مع بعض وتحطوه في هذا القطع. طب لو القوه دي كومبريشن، لو القوه دي كومبريشن يحصل ايه؟ قال لك لو قوه كومبريشن بقى، ادي القطاع بتاعي وادي الشير بلين، وعند حضرتك ادي القوه الشير، وعند حضرتك كومبريشن هنا. قال لك حقيقة الكومبريشن ده هيساعدك. هيساعدك؟ هيساعدك، لأنه ده المفروض يقلل التسليح، المفروض يقلل التسليح. بس يفضل إنك تهمله. لو كومبريشن أنا بهمله. شوف الكود قال لك إيه؟ Permanent net compression across the shear plane shall be permitted to be added to the AF times the F field. يعني المفروض بقى الكومبريشن فورس ده يساعدك في ايه؟ في التسليح، المفروض يقلل التسليح بقى. شوف هنا كده بقى بيقول لك هنا في الكومنتري should be used to reduce the amount of shear friction reinforcement، المفروض يقلل. required only if compressive force across the shear plane is permanent. كلمه permanent دي يا جماعه كلمه كبيره جدا، permanent يعني انت متاكد 100% ان ده موجود 24 ساعه في اللايف تايم بتاع البيلدينج.
عمود 24 ساعة في اللايف تايم بتاع البيلدر. ده بالنسبة لو انت عندك تنشن او عندك كومبريشن. طب في الديتيلينج الكود قال لك ايه؟ قال لك نص على حاجة مهمة جدا جدا جدا. قال لك ايه؟ reinforcement across the shear plane to satisfy shall be anchored to develop if fear in both sides. والموضوع ده يا جماعة مهم جدا جدا جدا، وخصوصا لو انت بتزرع عشاير عمود، لو حضرتك بتزرع عشاير عمود او بتعمل قميص لعمود او بتشغال في الريبير او كل اللي انت بتعمله لو عند حضرتك عمود كده وعايز تزرع عشاير في القاعدة بالشكل ده مثلا، بتقول له اوكي خلاص انا كده اقول له مثلا 5 سنتي او 10 سنتي او 20 سنتي او واتيفر، واعملها ايبوكسي وخلاص الموضوع خلص. قال لك الكلام ده ليس الكلام ده dangerous. قال لك يجب أن تتأكد إن المسافة دي حصل development للبار، حصل development للبار، يعني البار ده أهو if yield in both side develop to develop if yield in both side. يعني لو حضرتك حط التسليح ان في السيخ الحديد ده يحصل فيه تنشن مقداره الاف ييلد مضروب في الاريا، لازم المسافه دي تبقى ال دي ديفلوب لينس. عشان كده 99% من معظم الاحوال بنحط حديد كتير جدا عشان مش بنقدر نوصل لمين، عشان ما بنصممش على اليلد، عشان ما بنصممش على اليلد، بنصمم اقل من اليلد عشان ما بنقدرش نعمل ايه ديفلوب لينسلي. عشان كده مهم جدا لما حضرتك بتعمل داولز لازم تستخدم ايه اقطار صغيره. لما استخدم اقطار صغيره وتدخل هنا مثلا 20 25 سم واتيفر از، لازم يحصل هنا ديفلوبمنت لمين؟ للاف يلد، لازم يحصل ديفلوبمنت للاف يلد. اوكي طيب دلوقتي احنا عدت تقريبا ساعة العشرة، عندكم نفس نكمل تاني؟ انا لحد دلوقتي يعني جايب امثله كتير جدا عشان وفيهم كم مثال ممتعين جدا للناس اللي هي بتصمم هاي ريز بيلدينجز. يعني للأسف مش شايف أي كومنتس ولا أي، لو أي حد اوكي نكمل تمام. طب لما تزهقوا قولوا عشان أنا كده ممكن أسرح وانتوا تزهقوا يعني. فاتمنى لو اي حاجه يا جماعه بلغونا مباشره يعني. طب هستخدم الشير فريكشن فين يا جماعه؟ بستخدم الشير فريكشن فين؟ قالك الشير فريكشن استخداماتها في المنشات بتاعتنا سواء كاست ان بليس او بري كاست لا تعد ولا تحصى. الشير بليكيشن كده ممكن استخدمها في اتصال القاعده مع العمود. ممكن استخدمها في اتصال القاعده مع العمود. ممكن استخدمها في الديافرام مع الشير وول. ممكن اصمم بيها الكوربل. ممكن اصمم بيها البيرنج بتاع البيم على الفاونديشن على الكوربل. ممكن اصمم بيها البيرنج بتاع بيمز على اي حاجه خرسانه. ممكن اصمم بيها الديبد اند بتاعه البري كاست بيمز. ممكن اصمم بيها الكونكشن ولا شابتر 17. ممكن اصمم بيها اي بوتنشال كراك. اي كراك ممكن تشوفه حضرتك وممكن يتولد ممكن تصمم، ممكن تستخدم الشير فريكشن في البانشنج شير. ممكن تستخدم الشير فريكشن في البانشنج شير.
طب تعالى ناخد مثال بالارقام ونعرف الكلام ده بيتحل ازاي او بتفكر ازاي. اول حاجه هاخد الكونكشن دي بقى. ايه هي الكونكشن دي؟ ده ورده عند حضرتك كوبري، او عند حضرتك ستيل بيم، او عندك بري كاست بيم، او عندك كاس ان بليس بيم مع عمود تحتيها بالشكل ده، او بير بالشكل ده، او بيدستر بالشكل ده. لما بيحصل عند حضرتك البيم اللي بالشكل ده، ده البيم دي مرتكزه على عمود هنا او بير او كانتليفر او كوربل او متوقع يحصل ايه؟ قال لك 100% عشان الحمل ده كونسنتريتد هنا عشان يتولد ويتوزع يونيفورم هنا، قال لك متوقع ان الانهيار هيحصل عند حضرتك هنا كده، هيحصل كده جزء كده من الجزء ده عايز يتخلع لبره، عايز يتكسر، وده وارد. لو حضرتك بتعمل انسبكشن او حضرتك بتعمل فرنزك، بتروح الموقع وبتشوف المشاكل اللي بتحصل، او بتعمل انسبكشن لمنشآت اوريدي موجوده، هتشوف الكراك ده منتشر قوي. الكراك ده منتشر ليه يا جماعه؟ لان الكومبريشن الفورس بتاعتك بتتوزع على مساحه صغيره في الاول، وبالتالي بيحصل كراك. في بوتنشال كراك. طب تعال نشوف مثال بالارقام وازاي نستخدم الشير فريكشن في الموضوع. قال لك عندك المثال ده، عندك الديد لود 25 كيب، اللايف لود 30 كيب، وفي عندك قوه تي هنا. انا عشان بستخدم في الكود الامريكاني فانا بشتغل بالكيب والانش. عشان حضرتك سيبك من الكيب والانش، اعتبر الكيب، لما اقول كيبس اعتبر الكيبس طنز، واشتغل بالطنز كانها طنز، ولما اتكلم على انش اعتبرها سنتي. يعني ما تشغلش بالك حضرتك بالوحدات، افهم الكونسبت. كان تعامل مع الكيب على انه طن، وتعامل مع الانش على انه سنتي. واحد يقول لي طب ما دي سمبلي سبورتد، جه منين القوه تي اللي هنا؟ الله، طب انا ممكن اعملها رولر وما فيش قوه تي. كلمه رولر يا جماعه، كلمه رولر يا جماعه حقيقه في المنشآت الخرسانيه مستحيل تحصل، وبالتالي لازم في قوه تي هنا. القوه تي اللي هنا دي القوة التي هنا دي يا جماعة. أنا شايف في ناس بتبتدي تسأل، يعني أنا أفضل نخلي الأسئلة كده في الآخر عشان إيه؟ عايز أغطي أكبر قدر ممكن من السلايد اللي أنا عاملها، وخصوصاً عايز أغطي جزء الديافرام والكونكشن بتاعت الديافرام مع اللاترال لودز، لأنه مهمة جداً. فإن شاء الله أجاوب كل الأسئلة في آخر المحاضرة إن شاء الله. طب واحد يقول لي انا رولر مفيش عندي قوه افقيه هنا، لا، القوه الافقيه دي ورده ورده ورده. تيجي من فين؟ قال لك تيجي من الشرينكج، تيجي من التمبريتشر تشينج افكت، تيجي من حاجات كتير قوي، وهثبت لك دلوقتي ان الكود قال لك لازم تاخد مينيمم قوه افقيه لو عندك بيرنج بيم هنا، ايا كان نوع البيرنج، هنج او رولر. هتقول لي رولر ما بتتحرك، لا، الرولر ما فيه فريكشن. ما هو الفريكشن ده نتيجه الويت بتاع اللودز اللي جاي على البيمز وهكذا، حتى لو كانت رولر ما زال في قوه افقيه جايه من الفريكشن. عشان كده هنا في المساله حاطط لي تي تساوي 20 كيلو، جايه من ام الشرينكج والتمبريتشر افكت، والاف سي برايم 3.5 كي اس اي 3.5 في 7 اللي هي عباره عن 24.5 ميجا باسكال، واليلد 6 كي اس اي. تعال نشوف الكود قال لك ايه. خد بال حضرتك شابتر 16 ده من الشباتر المهمه جدا في الكونكشنز. شابتر 16 في الاي سي اي مهم جدا في الكونكشنز. انا هسيب حضرتك تقراها كله، بس انا هركز على حاجه واحده بس. الان يو سي اللي هي القوه الافقيه الاكسيال اون ذا بيرنج شال بي 20% of the sustained and factor reaction
multiply by load factor 1.6. أنا عايز أقول لحضرتك لو ما عندكش قوة أفقية في الكونكشن في البيرنج خدها 2.1 من الأحمال الرأسية الدايمة على الكونكشن. ده اللي عايز أقوله هو هنا. اللي هي تقريبا اللي هو حساب الشرينكج والتمبريتشر ليها 20. تعال نشوف اول خطوه يا جماعه بالنسبه لنا. اول خطوه هنجيب الفاكتور لودز، سوري هنجيب الفاكتور لودز عند الديد وعند اللايف وعند التي. التي هنا مش تمبريتشر يا جماعه، التي هنا قوه افقيه اكسيال فورس اور هوريزونتال، عشان بس الناس ما اتحولت من تمبريتشر لاكسيال فورس. طبقا للكود اللي حضرتك هتستخدمه في بلدك هتعمل اللود كومباينيشن بتاعتك. ايه هي اللود كومباينيشن؟ الكود الامريكاني بياخد 1.2 ديد زائد 1.6 لايف، في ناس ثانيه بتاخد 1.4 ديد و7 من 1.7 لايف وهكذا. يبقى انا حسبت الار رياكشن اللي جاي لود كومباينيشن طلع 30 بلس 48 74 كيب 78 كيب، واضرب الشرينكج في 1.6 32. هاخد 2.1 من ده عشان اضمن زي ما الكود قال 2.1 في 78 طلع 15.6. خد بال حضرتك قال لك هنا ده نفس الكلام اللي احنا شرحناه 2.1% should be considered يعني. خد بال حضرتك بقى، يبقى انا اصبح عندي حضرتك كده، اصبح عند حضرتك كده في قوه عندك ار التيميت، وفي عند حضرتك كده قوه اللي هي الان يو التيميت. تاني حاجه تفكر فيها بقى الكراك هيحصل ازاي؟ فين البلين بتاع الشير بلين بقى؟ الكراك هيحصل ازاي؟ قال لك الكراك ده تقريبا هيحصل على زاويه 20 درجه يعني 15 20 وارد. هتحط التسليح بتاع حضرتك ازاي؟ قلت هحطه مثلا هحطه افقي، هحط التسليح هنا افقي. قال لك لازم عشان تحط ده الشير، ده الشير بلان بتاعك وده التسليح، يبقى التسليح مايل بزاويه 70 درجه على مين؟ على الكاك، او مايل بزاويه معينه هنحسبها دلوقتي هنشوفها. طب لما يكون حضرتك الكراك كده اهو، ده الكراك او الشير بلين، وعندك القوه جايه كده، قال لك لازم تحلل القوه لقوه موازيه في اتجاه الكراك شير بلين وقوه عموديه عليه. اللي احنا عملناه هنا بقى حللنا الفورسز الار وحللنا التي التيميت والار لقوه افقيه موازيه وقوة عمودية. الار قوة افقية قوة موازية ار ساين، قوة عمودية ار كوزاين. التي قوة موازية تي يو كوزاين وقوة عمودية تي يو ساين. خد بال حضرتك القوة دي، بص بقى القوة دي الار ساين والار كوزاين في اتجاه بعض هم اللي هيسببوا لي ايه؟ هم هيسببوا لي الشير فريكشن بقى، عشان كده جمعهم مع بعض طلع الفورس الكليه دلوقتي 84.3 84.3. القوه الثانيه بقى هشوف بقى المحصله بتاعتهم تنشن ولا كومبريشن. القوه العموديه الاركوزاين الفا هتعمل ايه؟ هتعمل كومبريشن. التي يو ساين الفا هتعمل تنشن. طب تعال نشوف المحصله، ده وده، ده كومبريشن وده تنشن، يبقى الناتج كام؟ قال لك الناتج 3.4 نت تنشن. حلو، يبقى التنشن ده احمله ولا اخده معايا في الاعتبار؟ قال لك لازم اخده معايا، يبقى هطلع تسليح من الاي اس هنا اسمه الاي اس اف او الاي بي اف، واطلع هنا التسليح اللي جاي من ايه؟ من التنشن. تعال نشوف. ادي المعد. طب لما انا جيت صبيت الكابولي ده وصبيت الكربل ده وصبيت العمود ده وصبيت البير ده ايا كان اسمه، صبيته بناء عليه، صبيته مره واحده، فاصبح هو عباره عن مصبوب كله حته واحده، فاصبح ميو عباره عن 1.4. تمام.
عندي التصليح مايل بزاويه. طب التصليح مايل بزاويه كام؟ قال لك بزاويه 70 درجه اهي، مايل بزاويه 70 درجه على الشير بلين. يبقى هستخدم المعادله بتاعت مين؟ بتاعت اللي فيها الزاويه الشير تصليح مايل بزاويه الفا. يبقى اصبح الاي اف في التصليح اللي انا عايزه يساوي الفي التيميت مقسوم على الفي اف اي المضروب في الالفا في الميو. طلعت هذا التصليح من المعادله دي، طلع 1.13 انش سكوير. وانا هطلع التصليح اللي هيقاوم كمان مين؟ هيقاوم التنشن. لو التنشن كان كام؟ 3.4 مقسوم على الفي في الاف اي، طلعت التصليح لايه؟ اروح جامع الاثنين مع بعض. جمعت الاثنين مع بعض، طلع كام الاثنين مع بعض؟ 1.21. انا هستخدم التصليح قطر كام مثلا؟ قطر 10 مللي 12 مللي. عارف المساحه؟ اقسم المساحه المطلوبه على مساحه السيخ اللي هي عدد الاسياخ. معلومه يا جماعه برضو، الكود الامريكاني في الاسياخ كالتالي، بيقول لك نمبر 3، عندنا نمبر 4، عندنا نمبر 5، عندنا نمبر 6، وعندنا نمبر 7، ونمبر 8، ونمبر 10، ونمبر 11 and go on. دول ده احنا عشان كده هتلاقي نمبر 3 ونمبر 4. طب ايه دول؟ ايه هي كلمه نمبر دي؟ خد بال حضرتك، يعني الناس اللي شغاله في الموقع والناس اللي تحتكت بناس في الموقع بيسمعوا عن حاجه اسمها لينا او لينيا. يقول لك السيخ ده 3 لينيا، السيخ ده 4 لينيا، السيخ ده 5 لينيا، السيخ ده 6 لينيا. اللينيا او بيسموها ايه في الموقع؟ يعني لو انا نطقها غلط سوري، هي عباره عن 3 مللي، 3 مللي وشويه. يعني ده اسمه 3 لينا، عشان كده اسمه نمبر 3. ف 3 في 3 وشويه تقريبا اللي هو قطر كام؟ 10 ملم. 4 في 3 بكام؟ ب 12 ملم. 5 في 3 3 وشويه اللي هو كام؟ اللي هو 16 ملم. 6 في 3 ب 18 ملم. 7 في 3 اللي هو 22 ملم. 8 في 3 اللي هو 25 ملم. 9 في 3 ب 7 3 وشويه اللي هو 28 ملم، وهكذا. ده عشان الناس تبقى يعني مستوعبه لو بتقرا لوحات بالكود الامريكاني او تصميم بالكود الامريكاني. كلمه نمبر دي اللي هي ما تعادل اللينيا في مصر او في الوطن العربي، ما اعرفش بقى في الموقع بيقولوها ايه. احنا بس في مصر انا متاكد ان هو بالحديد بيقولوه لينيا في الموقع يعني. او في الكود الامريكاني احنا بنقول اقسم على 8 ويديك القطر بالانش. يعني ده 3 على 8 بالانش، و4 على 8 بالانش اللي هو هاف انش، ده 5/8، ده 6/8، 7/8، ده 1 انش، ايا كان. يبقى ده هنا بقى هقول لك هيستخدم نمبر 3. هيستخدم نمبر ايه؟ نمبر 3. نمبر 3 مساحته كام؟ مساحته 0.2. طب قال لك انت خد بال حضرتك، ده هيقاوم برجل واحده ولا برجلين؟ الشيء التنشن اللي حاصل لا باثنين ليجز، يبقى تقسم 2 المساحه مضروب مساحه السيخ مرتين بقى، مساحه السيخ مرتين. ليه؟ لانك انت الرجل دي لها رجل ثانيه الناحيه دي، طلعوا عندك 6 تايز بقى، 6 تايز. هيتوزعوا ازاي الستة تايز؟ هيتوزعوا على المساحة، المسافة دي. حط 1 2 3 4 5 6. بعد ما طلعت هيك المساحة من القانونين، طلع ليه؟ طلع أول مرة تانية، طلع ليه بقى؟ جت منين المساحة؟ أوبس، oh gosh. هل الشاشه كده واضحه؟ معلش فيها مش عارف ايه اللي حصل عندي، بس anyway. طب يبقى المساحه اللي احنا جايبينها دلوقتي جت من فين؟ جت من، في عندي اثنين مساحه حديد هنا، واحده جت من الشير، واحدة جات من التنشن اللي حاصل على الكوربل أو على البير.
تقسم المساحة اللي طلعتها الاثنين على مساحة السيخ مرتين لأن عندي 2x إداك. طب لو حضرتك لو حضرتك دي نصيحة بقى، ده أنا على أساس أن أنا بشتغل في الديزاين أكتر من التنفيذ وهكذا، أنا أنصحك بحاجة. لما تيجي حضرتك توزع التسليح هنا حط 6 موزعين باستمرار بالشكل ده، وتعالى على نفسك حبة كده حط واحدة تانية زيادة من فوق كده، بيجوا 2 جنب بعض من فوق. أنا بحب أزود التكثيف من فوق كده على أساس إن عشان يحصل كراك بيحصل على إيه؟ ببدايته بيبدأ من فين؟ بيبدأ من هنا، فهنا هيبقى الكنترول بتاعه أكتر، فزود واحدة تانية من عندي إضافية. هل المسألة كده خلصت؟ لا ما خلصتش. ليه؟ ما إحنا كده جبنا التسليح وجبنا كل حاجة. لا ما خلصتش. خد بال حضرتك، أنا بتكلم على نود كومباينيشن. انت عندك ديد وعندك لايف وعندك تي، مش ممكن يكون اللايف ده مش موجود اصلا وعندك الديد بس. جايز. طب ده هيعمل ايه؟ تعال نبص بقى هيعمل ايه. قال لك ممكن يكون الديد بس وراح ضرب الديد في 9/10 هنا، ضربوا ليه 9/10 هنا؟ عشان ماكسمايز تنشن بقى. خد بال حضرتك ماكسمايز تنشن. ليه ماكسمايز تنشن؟ خد بالك في اللي حصل، لو بصيت هنا ان الار ادت قوه كومبريشن، التي ادت قوه تنشن، كل ما الار كبرت كل ما هتلاشي مين؟ التي. كل ما الار صغرت كل ما التنشن ايه؟ بيزيد. عشان كده لما خدت الديد واللايف هنا التنشن طلع قليل. طب لما اخد 9/10 من الديد بس التنشن يطلع ايه؟ هيطلع التنشن اكبر. طب تعالى نشوف الحاله دي هتحكمك ولا مش هتحكمك. يبقى في الحاله دي بقى يا جماعه خدت 9/10 من الديد وجبت ال في وجبت الان، طلعت التنشن هنا ايه؟ النت تنشن 22.4، حسبت التسليح للحاله دي طلع التسليح 0.96، اقل من ايه؟ اقل من التسليح اللي فات. يبقى الحاله دي نوت كنترول مي، يبقى الحاله دي مش كنترولينج يو، يبقى الديد واللايف هي كنترولينج يو اكتر من الحاله دي. بس كده قالك لازم اتاكد ان الخرسانه هنا الماكسيمم بقى الليميت بقى، اروح جايب المساحه الحته دي كده مساحه اللاين ده في الاتجاه الثاني بقى. قال لك الفي ان ماكسيمم ماز نوت اكسيد ذا سمولست اوف ده البوينت 2 اف سي برايم اي سي المعطلات معادلات دول. طب الاي سي بقى اجيبها من فين المساحه دي؟ قال لك هتحسب الخط ده في الاتجاه الثاني بقى اللي هي الشير بلين. قال لك المسافه دي كده المسافه في الاتجاه الثاني اللي هو مدالك هنا 5 انش. طب المسافه دي تقدر تحسبها؟ بسهوله طبعا. عندي الزاويه 20 وعندي ده 5، ف5 على ايه؟ 5 على 20 في 16 المسافه ايه؟ الافقيه. يو او المسافه الاتجاه الثاني، سوري الاتجاه الثاني 16 دي، سوري 16 انش. 16 انش. طلع بقى هنا الفي ان من المعادله الاولانيه 164، الفي ان من المعادله الثانيه 174، الفي ان هنا 300. طبعا احنا اصلا الفي ان كان كام؟ 84. فاذا 84 اقل من ايه؟ اقل من 3 ارقام. ده بالنسبه لاول مثال. طب هل هذا المثال؟ قال لك هذا المثال ينطبق على، طب ما انا ممكن بدل ما الكراك يحصل في الكربل او في العمود اللي تحته ممكن يحصل في البيم. في البيم كده ممكن يحصل في البيم كده. عشان كده معظم البيمز البريكاس لازم تلاقي فيها تسليح ماشي كده، لازم تسليح ماشي كده. وركز حضرتك معايا كده، شايف ال 1.7 ده ال دي هنا البريكاستر مهم جدا عندهم، وخصوصا الناس اللي بتشتغل في البريدجز بيحطوا تسليح بالشكل ده عشان يقاوم الشير بالشكل ده. برضه ممكن بنفس الطريقه بنفس الخطوات. طب ايه تاني ممكن استخدمه كمثال ثالث؟ قال لك الكربل، عارفين الكربل اللي احنا بنصممه بسرطان تاي؟ ممكن تصممه بالشير فريكشن. واحد يقول لي ده مش موجود في الكود، لا موجود في الكود في شابتر 16.
ممكن تصمم الكوربل بالشي ريفليكشن في شويه ريكويرمنت وشويه معطيات ومطالب هناك في شابتر 16. ممكن تصمم الكوربل يوزنج الشي ريفليكشن. ممكن تصمم البيم ليج الليج بيم دي، الليج بيم دي اللي هي الحرف ال، الليج دي اللي هي ال دي ممكن تصممها بالشي ريفليكشن. واحد يقول لي لا ده مصممها بسرطان تايب، برضه الشي ريفليكشن ممكن يصممها، مذكوره في شابتر 16. فاصبح الشير فريكشن هو بتصمم بيه حاجات لما تتزنق عليكم على الشير فريكشن. تمام. طب واحد يقول لي طب اوقات كتير قوي بنحصل حاجه، بنعمل حاجه اسمها الديب اند في البيمز. الديب اند في البيمز بنصغر القطاع ات ذا اند عشان يعمل ايه هنا؟ عشان يبقى القطاع سموث، عشان ما نظهرش الكورب اللي موجود ده. قال لك في الحاله دي اللي بيحصل كراك برضو مايل بالشكل ده ومضطر تحط له حديد افقي وحديد راسي، بنسميه الديب اند. الديب اند برضه بتتصمم بالشير فريكشن بنفس الطريقه. بجيب الشير بلين وبحسب الشير فورس المؤثره على الشير بلين واجيب التسليح واشوف كم عندي تنشن فورس ولا مفيش ولا كومبريشن فورس، واشوف الزاويه بتاعت التسليح بالنسبه للشير بلين واكمل. أنا بحاول يا جماعة، أنا بحاول بس أبني فكرة إن علم الهندسة مش معادلة، وخصوصا الخرسانة. الخرسانة أنت بتخاف من الكراك، معنى كراك معنى في انهيار، معنى انهيار يبقى في مشكلة. طب الكراك ده لو حضرتك فهمت البيهيفير بتاعه أو فهمت الميكانيزم بتاعه هتعرف تعمل له ليميت، هتعرف تعمل له كنترول وهكذا. طيب اهم اكزامبل في الموضوع كله هو الاكزامبل رقم 6. اكمل ولا تعبته؟ تمام نكمل. كل كده الناس تصحصح بقى في هذا الامر، لان 99% من المهندسين اللي اعرفهم او اتكلمت معاهم اصحاب اللي هم قريبين مني جدا للاسف للاسف ما بيعملوش الكلام اللي انا هتكلم فيه دلوقتي. وبعد ما نخلص المثال ممكن نسال السؤال وكل واحد كده يجاوب يا ترى هو بيعمل الكلام ده ولا ما بيعملش. طب تعالى نشوف بقى المثال ده ونركز فيه لانه بصراحه مهم. عند حضرتك فلات سلاب، فلات سلاب فلور او فلات سلاب ستراكشر سوري عماره او مالتي ستوري بيلدينج فلات سلاب. والفلات سلاب ده ما فيهوش اعمده نهائيه، سوري ما في لا في اعمده طبعا، ما فيهوش بيمز نهائيه. وهتشير واللاترال لود سيستم بتاعك هو عبارة عن الشير وولز، شير وولز مفيش مومنت فريمز زي ما هو موزع قدام حضرتك كده. المبنى بتاعك حوالي 200 فيت يعني 200 على الثلاثة حوالي نقول 65 متر أو 70 متر، في 90 هي عبارة عن 30 متر، يبقى ال 30 متر مضروب في 70 متر ده الفلور بتاعك. عايز اصمم الكونكشن ما بين الشير وول وما بين اوبس، عايز اصمم ما بين الشير وول وما بين البلاطه. خد بال حضرتك دلوقتي في حاجتين، الشير وول ده ممكن يكون شايل قوه فيرتيكال مع القوه الافقيه اللي جايه له من اللاترال لود من اللاترال لودز. الشير وول ده ليه تو فانكشن، اول فانكشن بالنسبه لنا اللي هي عباره عن الاحمال الراسيه، ممكن شايل احمال راسيه خلاص مفيش مشكله، بس الفانكشن الاساسي بتاعه هيشيل الاحمال الجانبيه اللي جايه من الويند او اللي جايه من السايزميك. انا بقى عايز اصمم الكونكشن اللي من السايزميك، ماليش دعوه بالفيرتيكال لود جرافيتي لود. طب تعال نشوف حضرتك
عملت الكالكوليشن بتاعتك واستخدمت الاكيوفالنت لود فاكتور ولا استخدمت سوري استخدمت الاكيوفالنت ميثود ولا الفورس ميثود ولا استخدمت الريسبونس ولا استخدمت تايم هيستوري ولا 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 طلعت فورس هنا مقدارها 745 طن او كيب مقصره في السنتر اوف ماس عند الطبق عند السوري ده عند الطبق ده كلام زي الفل. السنتر اوف ريجيديتي مترحل شويه عن السنتر اوف ماس. حصل عند حضرتك عزم لي، اعدت توزيع عزم اللي بالستيفنس وطلعت القوه الناتجه على كل اليمنت من الاليمنت بتاعت الشير وول اللي عندك. بمعنى الشير وول ده خد 399، الشير وول ده خد 346، الشير وول ده خد 27، الشير وول ده 10، الشير ده 16.7. يجي واحد يقول لي الحمل الوين السايزميك هيأثر كده او هيأثر كده، دول خدوا حمل ليه؟ المفروض ما ياخدوش حمل. لا، ياخدوا حمل لان التورشن اللي عند حضرتك اللي ظهر هنا كده لازم يقاوم بتورشن عكسه. عكسه يعني في قوة هنا كده وفي قوة هنا كده وفي قوة هنا كده وقوة كده وقوة كده. القوتين هنا اتجمعوا مع بعض اداك 399، القوتين هنا اتجمعوا مع بعض اداك 306، طرحوا من بعض الخلاصة 346، القوة هنا 37 ده 10، القوة هنا 10، القوة هنا 16. كده طلعت الفورسز على الشيروول. بس خد بال حضرتك برضو نقطة مهمة جدا، نمسح الكلام ده. القوة دي اتقسمت، ما زالت القوة دي رايحة تروح هنا كده للشيرول. طب هي ما راحتش للشيرول صح كده؟ ما راحتش لسه. أنا اللي هاخدها من البلاطة من السنتر أوف ماس هوديها الشيرول. هوديها الشيرول إزاي بقى؟ يبقى في كونكشن هنا بقى حضرتك بقى. مش هتتنقل بالخيال، لا، هتتنقل من خلال كونكشن. هتتنقل من خلال كونكشن. طيب الكونكشن دي تعال نشوف هتنقل ازاي. ال 399 حضرتك هتسبب شير ستريس على البلاطه مقدارها 399 على الطول ده. 399 على الطول ده 30.4.43، وهتسبب شير ستريس على الجزء ده كده على الشير وول على الحته دي بس مقدارها 399 على ال 30، هتطلع 13.3. طب لما الشير ستريس اللي حصل في البلاطه حضرتك هنا ده لو عايز ارسمه، لو عايز ارسمه كنورمال اكسيال فورس هيطلع حاجه بالشكل ده. 4.43 ماشيه هنا كده و 4.3 ماشيه كده، والناتج بينهم اللي هو الطرح ما بين 4.43 ماينس 13.3 هتطلع 8.87. ده الاكسيال فورس. الاكسيال فورس دياجرام اللي احنا اتعلمناه في اولى مدني. من الاكسيال فورس ده يا جماعه هيتولد كومبريشن في الحته دي وهيتولد تنشن في الحته دي. او العكس. عشان ريفرسبل السايزميك ريفرسبل تنشن وكمبريشن، كومبريشن وتنشن. فلما تولد اوكي فلما تولد دلوقتي اصبح في عندي تنشن وكمبريشن وفي حاجه في النص كده ما بين الاثنين. يبقى مهم بص بقى دلوقتي بقى هتيجي فكره حاجه اسميها الكوليكتور. الكوليكتور اللي احنا لان المحاضره اللي شرحتها من 4 شهور بتاعت الكوليكتور بقى. بص حضرتك بقى قال لك ايه؟ The collector factor force is multiplied should be multiplied by omega الاوفر سترينث فاكتور اللي هو 2.5 او 2.5 على حسب السيستم اللي حضرتك مختاره اللي هو سبيشال ستراكشر وول ان سايزمنت كاتيجوري دي. دي اللي هي الوسط في امريكا هنا A B C D E F، دي اللي هي الوسطانيه يعني اللي هي لا لحقت وحش ولا لحقت كويس.
خد بال حضرتك، فاصبح القوه ال 133 و3 من 10 دي هتتضرب في كام؟ هتتضرب في 2 ونص، هي 33 تطلع 333 كيلو. طب عايز حضرتك تركز معايا كده في اللي انا هقوله دلوقتي. خد بالك، انا هفترض ان الزلزال ماشي كده، الشير وول ده هيقاوم الزلازل، هيمشي معاه، فاصبح في عند حضرتك كومبريشن فورس هنا وفي عندك تنشن فورس هنا، وهمشي على هذا الاساس. التنشن فورس هنا دي مقدارها كام؟ اللي هي مقدارها 133.2 من 10. الكومبريشن فورس اللي هي مقدارها كام؟ اللي هي 133.2 من 10. دي كومبريشن وتنشن. طب التنشن فورس دي هتتنقل ازاي؟ الجزء ده هيتنقل ازاي للوول؟ هيتنقل عن طريق التسليح. طب التسليح ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاوميجا مضروب في التي مقسوم على 9 من 10 في الاف يلد. 33 333 على 9 من 10 في 60 اداك مساحه التسليح اللي حضرتك عايزها 6.2 من 10 انش سكوير او سنتيمتر سكوير او ايا كانت. ركز معايا حضرتك بقى، ادي البلاطه اهي وادي الشير وول بتاعي. في عند حضرتك قوه تنشن هنا دلوقتي، ادي ادي السنتر اوف ماس في 399 كده، هيجوا هنا اهو كده، الجزء ده هيشد والجزء ده هيضغط. التسليح اللي حضرتك هتحطه، التسليح اللي حضرتك هتحطه ده، سوري اسح كل حاجه، ناخد نعمل لون تاني. هتحطه هنا كله، وتربطه وتدفنه في في الشير وول. خد بال حضرتك بقى، انت عايز 6.2 من 10، يعني دول تقريبا حوالي لو استخدم 25 بوصه 25 ملم 25، يعني انت بتستخدم حوالي تقريبا 10 سياخ. طب هل المسافه دي الشير وول اللي عند حضرتك ده ال 25 سنتي هيستحمل 10 سياخ تحطهم هنا؟ قال لك لا. امال تعمل ايه؟ قال لك هحط سيخين هنا بس والباقي هوزعه هنا. احط سيخين بس هنا والباقي هوزعه هنا. انا بتكلم دلوقتي، خد بالك حاجه، انا بتكلم في التنشن بس، في التنشن كوليكتور. راح هو خد مساحه السيخين بس اللي هم نمبر 8، مساحتهم كام؟ مساحتهم 1.85 تكس، يبقى تطرح 6.2 من 10 من 4 6 من 1.85 يطلع 4.62. 4.62 هتروح مقسمهم على كام؟ على النوع الاسياخ اللي هتحطها هنا. انا هاخدهم نمبر 5 مثلا، نمبر 5، نمبر 5 اللي هو كام؟ اللي هو 16. طلع عند حضرتك كده بقى اللي هم عباره عن 8 سياخ، هتحط 8 سياخ نمبر 5 8، هوزعهم على مسافه كام؟ قال لك الكود قال لك ليك الحق انك تستخدم نص مسافه الشير وول. الشير وول ده 30 حط على مسافه 15، لو الشير وول ده 10 حط على مسافه 5، لو الشير وول ده 8 حط على مسافه 4. يبقى انا وزعت الباقي الثمانيه دول كده على ال 15 فيت اللي عندي اللي هم 5 متر. مفهوم لحد دلوقتي يا جماعه؟ تمام. افرض المفهوم، تمام. يبقى انا كده حطيت التنشن كورد. خد بال حضرتك بقى في اللي جاي. ادي الشير وول بتاعي. وانا حطيت سيخين حديد هنا كده اللي هم اللي هم 25 وديفلوبت، والباقي حطيته هنا. في فورس تي هنا يا جماعه كده، وفي فورس تي هنا دلوقتي.
التي هنا دي جايه مع الجايه من السخين دول اللي شايلهم السخين دول، والتي دي اللي شايلهم ايه الثمن السياخ دول. نظر لان مش كل الحديد اتحط هنا، ده ماشي مع سنتر البول مفيش مشكله فيه، فدول خلاص. طب القوه التي دي هتعمل ايه؟ لازم انك رحلت البارز دي، حصل هيحصل عندك ايه بقى؟ مومنت اضافي على الشير وول. نكمل. يبقى التي هنا يا جماعه كده حصلها ازاحه مسافه الماء. طب القوه تي مقدارها كام اللي هنا؟ لا مش هي 333 كلها، ده موزعه بنسبه التسليح، فاصبح حضرتك بقى القوه التي دي 247. ده بالنسبه لقوه التنشن كورد. طب الكومبريشن كورد ده كارثه بقى، ده احنا كده هندوش في دماغنا. ليه؟ الكومبريشن ماشي كده. طب يا ترى هل عند حضرتك الحته دي كده هتقدر تشيل الكومبريشن فورس كلها دي؟ قلت بال حضرتك ده عباره عن 25 سنتي في 10 سنتي او 30 سنتي اللي هم سمك البلاطه. نرجع اللون تاني عشان مش واضح. هل ال 25 في ال 30 دي هتشيل ال 333 كيب كومبريشن بيرنج؟ قال لك لا، قال لك هو اذا هنقسمها حاجتين، جزء هيروح باي بيرنج في الحته دي كده في القطاع ده، والجزء الثاني هيروح باي بيرنج في الحته دي اللي هو برضه ترحل. وبالتالي القوه الكومبريشن اترحلت عن مين؟ عن السي جي بتاع مين؟ بتاع الوول، فاصبحت هتديك عزم اضافي ثاني. انا بس بشرح، بس مش ده اللي انا عايز اوصله. فاصبح عند حضرتك بقى في قوه هنا وقوه هنا مترحلين عن الحيطه، بالاضافه الى الشير فريكشن اللي حاصل فين؟ اللي حاصل في الوول اللي هو مقداره كام؟ اللي هو 15 وشوي، اللي هو النينجا، اللي هو سوري اللي هو ده. نرجع بعد كده بقى نحسب يا ترى الشير اللي حاصل على القطاع ده مقداره كام؟ القوه دي جت من الجزء ده، والقوه دي جت من الجزء ده. بس خد بال حضرتك بقى، القوه دي مش كلها دي، مش كلها التي. التي دي في منها جزء راح لدايركت مباشره وفي جزء مترحل. الكومبريشن في جزء راح دايركت مباشره في جزء مترحل. انا هجمع المترحلين بس، المترحله في التنشن 247، المترحله في الكومبريشن 134، بالاضافه الى الفريكشن اللي حصل هنا اللي هو سوري اللي هو 4.43 تايمز كام؟ تايمز 30. تطلع الشير فريكشن فورس هنا 514 كيب. 514 كيب. طب اصممها ازاي ال 514 كيب يا جماعه دي؟ نصممها بالشير فريكشن. نصممها بالشير فريكشن. تعال نشوف نصممها بالشير فريكشن ازاي. يبقى الشير فريكشن فورس اللي عندي 514 كيب، نعوض في هذا القانون 514 اقل من او يساوي في في ان في 75% اللي هي الفي، في ميو اللي هي واحد عشان انا بعتبر مثلا ان مش اتصبوا مع بعض، في 60 اطلع المساحه. طلعت المساحه يا باشمهندسين حضراتكم طلعت 11.43، اقسمها على حديد التسليح اللي انا عايزه هستخدم نمبر 6، فاصبح عندي 6.38 انش سكوير افري فوت. لو حضرتك حسبتهم افري فوت يعني كل فيت حوالي نمبر 6، لو عندك 30 فيت يبقى تحط 30 بار وهكذا. نرجع بعد كده للتسليح بتاعنا. نشوف بقى بعد كده نعمل تشيك على الخرسانه ونحط بقى التسليح بتاعنا من هنا لحد هنا. الداولز بتاعتنا يا جماعه نمبر 6 افري 12، يا
يعني لو عندك 30 فيت يعني 10 متر هتحط فيهم حضرتك 30 سيخ. نمبر 6. نمبر 6 اللي هو كامل هو 16، وده ملهوش علاقة نهائي بتسليح البلاطة نتيجة الأحمال الرأسية. ده ملوش علاقة تماماً نتيجة من التسليح اللي موجود من الأحمال الرأسية. ده بس عشان يقاوم اللاترال شير أو القوة المؤثرة بتاعتك اللي جاية على هذا القطع. ده من أهم تطبيقات الشير فريكشن، إني بستخدمها مع ربط الشير وول مع الفلات سلاب أو أي كان. نرجع للسؤال، يا ترى كم حد فينا عمل هذا الكلام أو شاف هذا الكلام، أو مع كمية الكورسات الموجودة في الساحة العربية موجود فيها هذا الكلام؟ قلت كده أتمنى لو في حد بيعمل كده في التصميم بتاعه أنا هبقى فخور، يعني حاجة يعني، لأن أنا شفت ناس كتير، شفت ديزاين كتير ورجعت مع ديزاين كتير، للأسف هذا الكلام ما بيتعملش. أي سؤال في هذا المثال يا جماعة؟ لأن أنا الحاجة دي يعني المثال ده يهمني جدا، المثال ده يهمني جدا. أي سؤال في هذا المثال؟ السلام عليكم. السلام وبركاته. أنا يا فندم احنا بنشكر حضرتك جدا على المثال الجميل ده. حضرتك سمعني؟ سمع حضرتك. بس عرفنا بحضرتك الاول، لان انا ما اعرفش المهندس عادل توفيق المقاولين العرب. اهلا وسهلا بحضرتك. قانون عرب القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. دلوقتي حضرتك بالنسبه للاسياخ اللي هي الفيرتيكال رينفورسمنت في الشير وول، ما تشتغلش معانا وتشيل جزء من اللاترال فورس ده بتاع الشير؟ نظريا هتشتغل، ولكن الكود قالها صريحة ان التسليح اللي ناتج من اللاترال فورسز ملوش علاقة تماما بالتسليح اللي جاي من الفيرتيكال فورسز. لكن هو عمليا يعني ممكن يشيل جزء من القوة دي. هو عمليا زي ما قلت لحضرتك، في لو حضرتك متابع من الاول، في فوق في كومبوننت في الشير فريكشن ثيوري اللي هي الكوهيجن احنا بنهملها. تمام. فبدلت موجود، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان نمشي زي ما بقول الاكواد، زي ما الاكواد بتقول. الحديد لو عايزين ندخل الحديد اللي جاي من الجرافيتي مع اللاترال، حضرتك بتتكلم على البار دلوقتي تعرض لتو فورسز او مختلفين تماما، وفي مشكله كمان هتظهر، ان يا ترى في حاله الجرافيتي انهي فين البيرمننت لود، فين الاحمال اللي موجوده حاليا؟ لا، ما انا قصدي السياخ اللي هي الراسيه اللي في الشير وول ديت ما هياش شايله تنشن، عشان يعني انا عاوز افهمها شير، بس شير فورس فقط. حضرتك في حاجه مفتقده هنا، معلش سوري في التعبير. الاسلاك الراسيه ما لهاش علاقه بالكونكشن ما بين الديافرام، ما بين البلاطه والشير وول. الشير الفيلير لما بيحصل في الشير وول بيحصل في الكونكشن في السيرفيس اريا ما بين الشير وول وما بين البلاطه. يعني تخيل حضرتك بقى الشير وول مصبوب مره واحده، كويس؟ تمام. بعد كده جيت صبيت البلاطه بعد ما صبيت الشير وول. ايوه صح. فاصبح حضرتك الفيرتيكال بارز حضرتك بتتكلم عليها ملهاش اي كونتريبيوشن معايا، مش داخله في معايا في السيرفيس اريا بتاع الشير بالشير بلين. يعني الشير بلين مختلف خالص عن الكونكشن ما بين الحيطه وما بين البلاطه. بعد كده حضرتك ممكن تدخل اللونجيتيودنال بتاعه، ما هو الفورس بعد كده لما بتتنقل للشير وول بتتنقل على اساس انها شير، ممكن تدخل الفيرتيكال بارز بقى والهوريزونتال بارز بتاعه الشير وول في حساب الشير كاباستي بتاعه الشير وول. الشير كاباستي لا، ديت مش واضحه قوي.
حطيت دلوقتي حتى قبل كده كنت ماشي مع حضرتك. هقول لحضرتك دلوقتي في احنا عايزين ننقل الحمل من البلاطه للشير وول، كويس؟ ده اللي انا اتكلمت فيه، اللي هو الشير سيرفيس، اللي هو السيرفيس اريا الموجوده ما بين الشير وول وما بين البلاطه. الحمل اوريدي راح للشير وول، كويس؟ ايوه. لازم تعمل تشيك ان الشير وول هيشيل الشير ده. تمام. زي ما حضرتك هتصمم عمود مثلا على الشير. لكن انا كل الشرح اللي انا شرحته ده مش على الشير وول خالص، انا ما جيتش ناحيه الشير وول ولا جيت ناحيه البلاطه، انا صممت فقط ازاي انقل الحمل من البلاطه للشير وول، جاست الكونكشن بس. لا تمام يا دكتور، يعني فعلا نادرا ما حد بياخد القوه دي في الاعتبار يعني. فزي ما حضرتك قلت كده يعني احنا شاكرين افضل حضرتك. لا لا تحت امر حضرتك، يعني اتمنى الكل يكون مستفاد يعني. تمام. في حد بيسال يعني ده اضافي على الشبكه العلويه؟ ده اضافي ملوش علاقه بالتسليح الافقي، سوري التسليح بتاع الجرافيتي اطلاقا. ده الشير ده حديد الكونكشن ما بين الشير وول وما بين البلاطه، لو حديد الديافرام. في حد بيسأل بيقول هل الكلام فقط في الفلات سلاب؟ لا، هذا الكلام في أي نوع من البلاطات، فلات سلاب، سوليد سلاب، ريب سلاب، أي إن كان، لازم أعمل تشيك على الكونكشن ما بين البلاطة وما بين الشير وول. لازم أتأكد إن الفورسز المتولدة في السنتر أوف ماس لازم تروح للشير وول بأمان. طيب أكمل ولا 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 ناخد الأسئلة؟ كم سنتر؟ طبعا انا قدامي ممكن اخلص السلايد بسرعه في 5 أو 10 دقائق وناخد الاسئله، ولا كفايه كده وناخد الاسئله؟ صبتوا يا جماعه. في سؤال تاني يا دكتور لو سمحت، المهندس عادل توفيق معاك برضه. اتفضل حضرتك اتفضل. بالنسبه للديافرام وول اللي هو الريتيننج وول اللي هو شغال حوائط ساندة في التانل، لما ساعات بننفذ ده فروم وول رأسي ده بيسند التربة وبنعمل بعد كده بلاطة أو كاميرا مفروض نربطها في الحيطة دي بعد ما بنحفر. تمام حضرتك. بعد الحفر حضرتك معايا؟ سامع حضرتك. فبرضه هنا هيبقى في شير فورس جامدة ما بين الكاميرا أو البلاطة اللي هربطها بالحوائط الرأسية، الديافرام الرأسية دي تتصمم برضو بنفس الطريقة دي ولا لها طريقة تانية؟ بنفس الطريقة حضرتك. أي الشير فريكشن ثيوري بتستخدم زي ما بقول حضرتك، هي سلاح لما بنعجز عن حاجة في الكود مش لاقي لها تصميم بنصممها بالشير فريكشن. تمام. احنا عملنا أنفاق سيارات كتير، بننفذ الأول الديافرام وول قبل ما بنحفر. تمام. على جانبين التانل بالظبط، نعمل نفق سيارات، بنسند، بنعمل حوائط ريتيننج وول من الديافرام وول، وبعدين بعد كده نحفر، وبعدين بنصب بلاطه او كمر عرضي بنربطه في الديافرام وول ده. بس حضرتك هنا بقى اللي بيخدمك هنا الكومبريشن فورس، هتخدم حضرتك كتير قوي. اللاترال فورس اللي جايه من السايد هتخدمك، لان ممكن هتقلل التسليح المطلوب يعني. هتدي ان على القطاع بقى اللي جاي من الايرث بريشر. بالظبط حضرتك، فهي هتخدمك انك هتقلل حديد التسليح. دي هتقلل. تمام بالظبط كده، وصل. شكرا يا فندم، تحت امر حضرتك. نكمل بسرعه يا جماعه وبعد كده نرجع للاسئله تاني. انا يعني مش هتكلم كتير، بس يعني هقول كده بسرعه. اوكي، بعد كده يا جماعه لو حاجه مهمه جدا برضو احنا بن بن بنستخدم فيها الشير فريكشن، هي الكونكشن ما بين الفوتنج وما بين الاعمده، ما بين الفوتنج وما بين الاعمده. احنا بنصب الفوتنج لوحديها وبعد كده بنطلع الاشياء ونصب ونحط العمود. الكونكشن دي بنصممها ازاي؟ نادرا ما حد بيصممها للاسف، لان معظم الناس بتقول هي سيف، بس ممكن ما تبقاش سيف، وبالتالي لازم نصممها. طب نصممها ازاي؟ قال لك
قال لك لما بتيجي تصمم الفوتينج، قال لك حاجه مهمه جدا، لما بيجي نصمم الفوتينج بنصمم الفوتينج بنجيب الدايمنشن بتاعها او بنجيب السيكنس، وبعد كده بنجيب التسليح وبنعمل تشيكن التسليح ديفلوب. وبعد كده رقم خمسة اللي اهم حاجه بالنسبه لي انا عايز اتكلم فيها، هي عباره عن الفورس ترانسفير ات ذا بيس اوف ذا سبورتد ممبر. لما لازم نتاكد ان السيرفيس ده اللي هو موجود عند قدام حضرتك هنا، لازم السيرفيس ده قادر على نقل الاحمال الراسيه والاحمال الافقيه او العزوم او اي كان. وبالتالي لما تيجي تعمل تشيك ترانسفير عند البيز، لازم حضرتك بتعمل تو تشيكس. اول تشيك حضرتك لازم تعمله هو تشيك اوف بيرنج سترينث، وما ينفعش ده يتصمم كعمود. تصميم العمود مختلف تماما عن تصميم الحته دي. ما يجيش واحد يقول انا صممت العمود هنا سيف يبقى الحته دي هتبقى سيف، ذس نوت رايت. الموضوع مختلف تماما هنا، وهثبت لك الكلام ده من الكود. بعد كده هنصمم يا ترى الداولز انا عايز قد ايه داولز، الداولز المطلوبه عندي هنا قد ايه، برضه لازم اصممها. يبقى لما تيجي نتكلم على الترانسفير بتاع الفورس من العمود من العمود للبلاطه، لازم اتكلم على تشيك اوف بيرنج سترينس واعمل الريكوير بتاع الداول رينفورسمنت. طيب بعد كده في عند حضرتك بقى لو بصيت عند شابتر 13 اللي هو خاص بالفاونديشن، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفيرتيكال كومبريشن فورس بتتنقل باي بيرنج او ممكن باي بيرنج وتسليح. القوه الراسيه اللي جايه كومبريشن دي ممكن نقولها باي بيرنج او نقولها بيرنج وتسليح. بعد كده لو في عندك تنسايل فورس لازم تتنقل بتسليح فقط لا غير. وعندك لاترال فورس ار ترانسفيرد يوزنج شير فريكشن بروفيجن. الكلام ده موجود عندك في شابتر 13 في الاي سي اي كود. يعني لازم تستخدم الشير فريكشن لو عندك اي قوه افقيه. طيب الكود قال لك ايه؟ لما تيجي تعمل تشيك على البيرنج، لو انت عند حضرتك فيرتيكال ترانسفير يعني عندك كومبريشن من العمود جاي على القاعده، لازم تعمل تشيك على البيرنج. وتعمل تشيك على البيرنج ازاي؟ قال لك في عندك مساحتين، المساحه الاولانيه هي عباره عن مساحه التقاء القلم مع القاعده، والمساحه الثانيه عباره عن الاي 2 عباره عن تنزل بزاويه 2 تو 1، والمساحه دي هتلاقيها اي 2 وسمى المساحه دي اي 1، وتطلع البيرنج كباستي بناء على مين؟ بناء على التيبل ده. دي هاو تو تشيك ات. بعد كده لو انت كان عندك الفي في البيرنج عباره عن 6.65، ولو لقيت عندك البيرنج نوت سيف، هتضطر تحط حديد تسليح راسي يشيل معاك. هتضطر تحط حديد راسي يشيل معاك. Anyway. بعد كده المينيمم داول، طب استخدم الداولز قد ايه المينيمم؟ قال لك الكود قال لك في شابتر 16 16.3.4 قال لك لازم تستخدم على الاقل داولز مقدارها 0.5% من مساحه القطاع العمود، قطاع العمود 0.5%. ده مثال على سبيل المثال هنا اهو، في عمود عندي 20 في 20. ده من ضمن الاسئله اللي انا طرحتها على صفحتي على الفيسبوك، هل ينفع احط عمود 50 سم في 50 سم؟ من اربع اسياخ في الاركان فقط ينفع وما فيهاش اي مشكله، والكود الاي سي اي الكود الامريكاني ما قالش المسافه بين الاسياخ بتاعه الكورنر قد ايه، ما حطش ليميت للاسياخ بتاعه الكورنر قد ايه. انا شخصيا صممت 50 في عمود 50 في 50 كذا مره في اربع اسياخ في الكورنرز فقط، ما فيش مشكله لان الكود لم يلزمك بحديد الاركان كام في كام ان لم يكن في كنترول معين هنا للكراكنج. طب عشان خاطر الكراكنج والحاجات والشرينكج، فبنضطر يا اما نحط بارز ثانيه او نكثف الكنات اي ايا كان. كل كود طبعا بيتكلم في موضوع ثاني. فطبعا اداني البي ديد واللايف والروف لايف لود. اللي انا بس عايز اوصل له من 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 هذا الكلام، ان خد بال حضرتك بقى لو العمود عليه كومبريشن وفي هنا شير، لازم اصمم هذا القطاع على الشير فريكشن زي ما اتفقنا قبل كده. ولازم اتاكد ان الداولز دي يا جماعه، الداولز دي لو عند حضرتك اني تشانس، لو حضرتك اني تشانس اوف تنشن، يبقى لازم الداولز دي والسبلايس تتصمم على اساس السبلايس دي تتصمم على السبلايس بي اللي هي 1.3 ال ال ديفلوبمنت ديفلوب لينس، والسبلايس دي تتصمم على الهوك ال دي سي، والحديد الافقي ده يتصمم على الشير فريكشن سيري. لازم تصمم ده. ولو عند حضرتك شير وول، لو عند حضرتك لازم تصمم ان الحديد الافقي ده على الشير فريكشن
سيرو، خد بال حضرتك من معلومة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، وده سبب ان انا يعني قلت اكمل. لو عند حضرتك تنشن فورس هنا وفي عند حضرتك كومبريشن فورس هنا جاي من العزم، من جاي من العزم بالشكل ده، سوري ان انا بتكلم سريع، فاصبح عند حضرتك تنشن هنا واصبح عند حضرتك كومبريشن هنا، فلازم حضرتك حديد التنشن ده اللي اتخذ لوحده الاي في جيم التنشن، والاي في اف اللي جاي من الشير فريكشن يتخذ لوحده واجمعهم مع بعض. يعني الشير فريكشن حضرتك هنا بتلاقي حديد التسليح اللي هنا خصوصا في الشير وول اللي فيها تنشن، تطلع حديد التنشن وتطلع حديد الشير وبتجمعهم مع بعض يبقى هم حديد الدولز بتاعك. و اعتقد ده مثال بالارقام بس بنوجه لجوز روبرت. اخر حاجه نتكلم فيها اوكي، اخر حاجه ان شاء الله باذن الله يكلمنا عمر ممكن في شهر 3 او في شهر 4 ندي برزنتيشن ثانيه للناس اللي شغاله بقى الادفانس ازاي استخدم الشير فريكشن. معظم البريكاست بتحط كوربلز هنا عشان يسند الكاميرا بتاعت اللي هنا، وفي لما يكون عند حضرتك عمود في كوربل وفي البيمز بيسند عليه، ده في البريكاست معظمه. عملنا تيستينج وفي بيبرز في بتاع 4 أو 5 جورنال بيبرز اتنشروا وإليمينيتد الكوربلز ده خالص وخلينا الدنيا دي فلات. عملنا we develop something here using the shear friction بحيث we eliminate the corbel، مفيش corbel ومفيش beam ledge هنا، وعملنا حاجة اسمها soft flat أو flat slab بس precast. بس بريكاست ان شاء الله اتكلم على هذا الامر في فيوتشر برزنتيشن اوف يوزنج شير فريكشن ميثود تو اليمينيت كولم كوربلز اند بيم ليجز، ازاي نستخدم الشير فريكشن في اليمينيت او جيت ريد اوف كولم كوربلز اند بيم ليجز. واعتقد ده النهايه، وده الريفرنس اللي انا استخدمتها في المحاضرة. ونرجع للأسئلة، ومعانا ممكن ناخد ربع ساعة أسئلة عشان كفاية صدعتكم يعني. في حد كاتب قرأت مثال في كتاب ماكورميك مكتوب فيه إنه يمكن استخدام الحديد الرأسي لمقاومة الشير فريكشن، أي أنه لو في عمود بين العمود والقاعدة 6 أسياخ والمطلوب للشير هو 4 لنفس القطر، فما في داعي لاستخدام لإضافة أسياخ بسبب وجود الحديد الرأسي. حضرتك ميكس في حاجتين. أول حاجة حضرتك أنا في القاعدة أنا ما عنديش حديد رأسي، حديد العمود بينتهي او بيبدا على وش القاعده، مفيش حديد عمود في القاعده. احنا في معظم 99% من الشغل بتاعنا بنحط داولز من العمود للقاعده، وبالتالي ما في. لكن لو حضرتك حاطط حديد العمود كونتينوس جوه القاعده ما اصبح مش هتحط داول، فما فيش داعي تحط اي داولز، وبالتالي الشير فريكشن تطبق على حديد العمود. اتمنى يكون ال حضرتك فهمتني. لو رجعنا لهذا المثال بس عشان تبقى السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ انا دكتور احمد. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك حضرتك؟ معلش دكتور احمد كمال معاك يا دكتور حنين، اخبار حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك حبيبي، دايما كده بتتحفنا يعني بمحاضراتك القيمه ما شاء الله. ربنا يخليك، احنا بنتعلم من بعض كلنا يعني. الله يعزك. انا بس ليا استفسار عايز استوضحه، يعني دايما كلمه الشير فريكشن احنا بنرميها على طول لما يكون عندي فاصل في الخرسانة، فاصل نتيجة يعني مرحلتين صب، فاصل نتيجة إن حصل
كراك وبعد كده ببدا اتكلم ان في فريكشن حصل. ولكن فهل بس من كلام حضرتك دلوقتي ان انا يمكن استعمل الشير فريكشن في اي حاجه حتى لو ما عنديش فصل، يعني يكون عندي خرسانه مصبوبه من الرسك مع بعض وخلاص وبرضه استعمل شير فريكشن؟ ده حقيقي، لان حضرتك فكره الشير فريكشن جت من تولد كراك. لو تولد في عند حضرتك تولد كراك، يعني لو جينا حضرتك للاساس العلمي بتاع الفيرتيكال ستيربس اللي احنا بنستخدمها لمقاومه الشير، هتلاقي ان الديفلوب بتاعت الايكويشنز فرض كراك وحسب القوه التنشن وخد ما يعادلها ضرب المساحه في الاف فيلد وهكذا، فهو فرض كراك. فلو حضرتك يعني ممكن اطبق شير فريكشن واحسب كميه الكنات المطلوبه، ما فيش مشكله بقى بنفس الطريقه. طيب دلوقتي انا شفت سؤال، يعني انا ما جربتهاش الصراحه، بس احد الـ في احد الجروبس كم احد البشمهندسين قال ان مثلا مرات بيبقى عندي حاجه انصيف في الشير، فانا بروح هعملها بالشير فريكشن وتطلع سيف وخلاص. والناس انقسمت في هذا الموضوع ما بين المشاركين يعني في الجروب، يعني ازاي تبقى حاجه انصيف في الشير وانا عندي مثلا حاجه، فهو مثلا واحد بيراجع على مشروع او شيء من هذا القبيل وطلع عنده حاجه انصيف فبيقول خلاص انا اثبتها بالشير فريكشن، فهل هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ هو حضرتك لو في لو الكود ذاكر دايركت واي ان اصمم الكونكشن، على سبيل المثال هقول لحضرتك مثلا وحضرتك استاذنا، لو هنصمم البانشنج شير، هل الحديد الافقي هيدخل معايا في البانشنج شير ولا ما يدخلش معايا في البانشنج شير؟ في الافقي لا، يعني في البرسيدر اللي احنا فيه لا، اعتقد في الكود الاوروبي بيدخله بالظبط حضرتك. فهو في ناس تقول لك لا الحديد الافقي ده ممكن يدخل، وفي ناس تقول لك لا يمكن يدخل. صحيح. ولو انا واقول لحضرتك برضو حاجه تانية، لو انا حطيت صف حديد افقي في منتصف البلاطه، في منتصف البلاطه، هل ممكن ادخل الشير فريكشن ولا مش ممكن ادخل الشير فريكشن؟ في منتصف البلاطه لا مش هيخش، مش يعني مش واضحه بالنسبه لي. هقول لحضرتك يعني ممكن حضرتك يعني الشير فريكشن تتوقف على الديفلوب بتاع البار، تتوقف على الديفلوبمنت بتاع البار، يا ترى البار ديفلوبد ولا نوت ديفلوبد؟ تمام. فانا لو عندي مثلا بس يعني مثلا يعني الصوره اللي حضرتك حطيتها بتاعه البريكاست بيمز، يعني هو حط واحد 1.7 ال دي في ناحيه والناحيه الثانيه ما عندوش طول اساسا، فهو عمل ديفلوبد من ناحيه واحده، فدي برضو انا الصوره دي ما فهمتهاش. انا هقول اجيب الصوره حضرتك ونتكلم فيها ثانيه واحده. تمام. حاج شايف السكرين بتاعتي دلوقتي مظبوط؟ تمام حاج. ايوه اوكي. هو الكراك لما يحصل كده مظبوط؟ تمام. السيخ ده ديفلوب الناحيالي. طب الناحيالي ديفلوب بايه؟ ديفولوب بالال شانل ده لانه ملحوم هو هنا. تمام. كده وضحت. وبعد حضرتك الحمل جاي من فوق كده، فعشان يحصل انهيار يحصل انهيار في البيم قبل ما يحصل في البيرنج هنا، يعني عشان يحصل انهيار لازم السيخ ده ينسلخ من الخرسانة. صحيح. والله يعني انا اعتقد يعني المحاضره دسمه جدا، وانا متخيل انها كانت محتاجه بارت 2 يعني يعني اعتقد ان في 90% من الناس في نسبه كبيره وقع منها حاجات كتير. نتمنى لحضرتك تبقى يتعمل محاضره ثانيه سولفد اكزامبلز بس عشان تلم الموضوع فعلا شيق جدا، وحضرتك ما شاء الله يعني جمعته من 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 جوانب كتير. بس يا دكتور احمد، نحاول باذن الله. هو الفكره كلها اني
الواحد لما بيعمل محاضرة زي كده بحاول، عارف حضرتك، الوقت بحاول يغطي أكبر حاجة ممكنة تخلي الناس تفكر ونتناقش مع بعض، لأن الغرض مش المحاضرة، الغرض النقاش، لأن هو النقاش هو اللي بيسري المعلومة يعني. صحيح صحيح. شكرا لوقتك يا دكتور، شكرا لوقتك وجزاك الله خير على مجهودك، شكرا جزيلا. شكرا. أسيب المجال لغيري طبعا. أنا بصراحة الأسئلة تاهت مني يا جماعة، مش يعني لو حد عايز عنده سؤال وعايز يدخل في الصوت ممكن، مفيش مشكلة يعني، قدامنا مثلا 10 دقايق. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. المهندس عبد الرحمن مع حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. مش أنا سؤالي بخصوص لو هزرع كاميرا على عمود إكزيستينج، كل البرامج اللي موجودة في السوق بتبقى قايمة على الكود الأوروبي إن هو بيعمل نموذج سترات أند تاي وبيصلح التاي اللي موجود عن طريق إن هو يعمل ديفلوبمنت للسيخ جوه العمود الإكزيستينج. فسؤالي هل ممكن أعمل القصة دي عن طريق الشير فريكشن، إن أنا أحط حديد في العمود اللي موجود بتاعي بحيث إن هو يشيل الشير بتاع الكاميرا اللي هتتزرع جديد، ولا لا؟ وازاي اعمل القصه دي؟ في حاجتين حضرتك لازم تاخد بال حضرتك لما تيجي تزرع اي حاجه، لازم نعمل تشيك على اللي شايل ولازم نعمل تشيك على اللي متشال. تمام يا دكتور. يعني السيخ الحديد دلوقتي هيمتد للكاميرا وهيمتد في العمود. تمام تمام. ولازم اتاكد، لازم اتاكد ان العمود الحديد ديفلوبد وان مش هيحصل كراك نتيجه، لاني على حسب حضرتك بقى هتتكلم على الكاميرا دي فوق، يعني شايف حضرتك مثلا على سبيل المثال الشاشه اللي موجوده، الشاشه موجوده هنا، لو بصيت حضرتك في السلايد اللي موجوده دي. تمام. واصله يا دكتور. انا شايف لو حضرتك هتتكلم على الكاميرا من فوق بيرنج ولا في الجنب؟ لا يا دكتور، انا قصدي ان هو في اشاير طالعه للكاميرا وبعد كده الكاميرا مصبوبه، يعني هي مش بيرنج على العمود، هي الكاميرا مزروعة من العمود، طالع دولز من العمود وبعد كده الكاميرا مصبوبة. الدولز رأسية ولا أفقية؟ دولز أفقية، يعني مزروعة يعني العمود. زي الحالة دي حضرتك اللي هي زي الحالة دي. بالضبط زي الحالة دي. أوكي. لازم أتأكد حضرتك دلوقتي، لازم أتأكد إن البورز دي ديفولوبت. طيب هو الكود الأوروبي اللي بيعمله إنه لو الكاميرا سيمبلي سبورتد بيعمل انكورج للبوتوم ريبارز بس، لان هو بيقول ان الطاي بيتولد في البوتوم بس، فانا مش محتاج ان نعمل احط حديد طب. دي حاجه. تاني حاجه بيطلب مني ان انا اعمل اللي ديفلوبمنت كامله جوه العمود، فهل بقى انا ممكن استعوض الموضوع ده بان انا ازود عدد الاسياخ فالتنشن اللي في السيخ يقل، فبالتالي بدل ما احط سيخ مثلا وحطوا ال ديفلوبمنت كامله ممكن احط سيخين واحط كل سيخ بنص ال ديفلوبمنت؟ طب هقول لحضرتك بقى، معلش يعني انا برسم العمود اهو وادي الكاميرا، هل سطح العمود ده خشن؟ يعني هخشنه فاصبح عند حضرتك شير فريكشن دلوقتي، كويس؟ تمام تمام تمام. يبقى في شير فريكشن هنا، الحمل فوق ولا تحت؟ الحمل على الكاميرا، الحمل في الجرافيتي فوق، الحمل من فوق هنا الجرافيتي. بالظبط كده. يعني معنى حضرتك كده ان لما هيحصل شير هيحصل كده. تمام بالظبط. مظبوط كده؟ مظبوط. يبقى سوري الكراك هتحصل كده، يبقى معنى كده ان عايز تصليح كده. تمام. لو انا اكتفيت حضرتك بالتصليح الافقي، انا بقول وجهة نظري برضه. تمام. لو انا اكتفيت بالتصليح الافقي فقط لا غير عند المكان ده، ده بس بالشكل ده، هل حضرتك ممكن يحصل اي كراك في الاتجاه كم الكاميرا عرضها؟ الكاميرا اي عرض، يعني اي يعني مش بحكم بعرض معين. لو حضرتك لو طبقت الشير فريكشن بسهوله جدا هيطلع السيخ ده وتشوف كمية الشير اللي عند حضرتك هنا كام، وممكن يبقى الصف تسليح بالشكل ده يبقى كافي.
يبقى علوي وسفلي ولا سفلي بس؟ الغرض الاساسي علوي او سفلي بغض النظر عن الشير فريكشن، ما قالتش علوي او سفلي. تمام. الاهم حاجه موجود التسليح يبقى ديفلوب من ناحيتين. طيب هل زي ما قلت لحضرتك ممكن بدل ما احط سيخ سي مثلا انا احتجت سيخين، تمام، بدل ما احط السيخين واعمل لهم ديفلوبمنت كامل في العمود ممكن احط اربع سياخ واعمل لهم نص ديفلوبمنت في العمود؟ لان حضرتك عارف يعني حضرتك عارف ان التخريم في العمود ده بيكون صعب قوي ان انا اوصل بس حضرتك ليك مينيمم يعني برضه يعني انا بتكلم حضرتك عن 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 خبره انا اشتغلت فيها. يعني لو عند حضرتك العمود ده مثلا 40 سنتي، تمام، ما ينفعش اقول 10 سنتي كده وخلاص. ايوه بالظبط، هو المقصود ان انا ابقى باني شغلي على نظريه او على فكر، لان انا شايف الناس في الريبير بيقولوا 10 سنتي او 10 الفاي وخلاص، وطبعا ده غير واقعي. غير واقعي. انا لما بشتغل بقول لهم على الاقل خالص هنا كده ده 25 سنتي، وكمان 25 سنتي دول يكونوا كافيين ان هم يعملوا انكورج للفورس اللي جوه السيخ. مظبوط. يعني ما بقى هشوف حضرتك بقى ال 25 سنتي وبختار مثلا اصغر قطر ممكن استخدمه اللي هو مثلا قطر مثلا 12 او 16. ليه؟ عشان الديفلوب بتاعه قليل، عشان احط بارز اكتر. تمام يا دكتور. فهو الموضوع مينلي بتطبق النظريه، ولكن محتاج حضرتك انجينيرنج جادجمنت. مش هتلاقي ما فيش حاجه قاطعه. انا لقيت الموضوع ده قاطع في الكود الاوروبي. الموضوع ده قاطع في الكود الاوروبي. في معادله بتحسب الفورس اللي موجوده في السيخ اللي تحت ده اللي هو بتعمل له انكورج، فبالتالي تقدر تحسب السيخ قد ايه بالظبط. ما هو لو السيخ المصبوب في الكاميرا مفيش مشكله فيه، لكن المشكله في الايبوكس اللي حضرتك هتستخدمه. لان حضرتك برده هركز على حضرتك في نقطه مهمه جدا، الايبوكس فيه مشكله. الايبوكسي اولا بيتاثر بالعوامل الويزر. يا ترى الهولز دي ويت ولا مش ويت؟ يا ترى كليند ولا مش كليند؟ ومعظم طبعا حضرتك عارف لما بنعمل هولز طبعا الدست اللي طالع ده بيقلل البوند. اكيد يعني في يعني حضرتك لو بتقرا التستنج بتاعت الهيلتي او بتاع سامسونج تبع الكواليتي كنترول اللي الهيلتي بتوصي بيها اكيد يعني. ده عشان كده الاي سي اي اجبر ان اي حد يحط انكور لازم يبقى معاه سيرتيفيكت. مش اي حد كمان. تمام. ماشي يا دكتور، متشكر جدا لحضرتك. تحت امر حضرتك. السلام عليكم دكتور، كيف الحال؟ اهلا وسهلا وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. معك مهندس انس، بارك الله فيك. اهلا شلون انس. انا عندي تعليق بسيط بس على نفس الصوره اللي سال عنها الدكتور احمد اللي هي 1.7 LD. في ذكرين انه هذا اللي احنا صممنا عليه حاليا هذا بسموه اللي هو المين كراك او المين بوتنشال كراكس. That's correct. في سكندري كراكس ممكن يحصل ما بعد السيخ بسبب شد السيخ للمين كراك، بمعنى انه بزود في الكانات في المنطقه هاي، لانه الفورس التنشن اللي بتتولد في السيخ اللي احنا ضفناه اللي هو طوله 1.7 LD حيسبب لي تنشن يعمل لي كراكس ما بعده، يعني ما بعد ما نتجاوز مرحله الريتش له. تمام. هاي الشغله الاولى، هاي فقط اضافه. الشغله الثانيه في موضوع التدعيم، خاصه احنا احتكينا في الموضوع الابر ليميت اللي انت تطرقت لهم في حسابات الماكسيمم في ان، مكتوب في الكود انه يتم اعتماد الاف سي برايم الاقل للسطحين، فبالتالي اذا احنا تجاوزنا الفي ان لازم يتم تكبير القطاع وليس زياده الاف سي برايم. يعني لما يكون في عندي جاكيت لعمود زياده الاف سي برايم لهذا الجاكيت ما حتكون افيشنت ابدا لزياده الابر ليميت اللي موجود في الكود. هذا انت لو رجعت عليها في الجدول الموجود في الكود الامريكي. تمام كلام حضرتك مظبوط 100%. يس. الشغلة رقم ثلاثة، هاي السؤال بس السؤال، أنا شفت كيس موجود على أحد المواقع عبارة عن فاصل صب بري بلاند، يعني مش فاصل صب فجأة وإنما مسبق التخطيط. عند فاصل الصب تم حساب الشير فورسز من أحد برامج التحليل وحسبوا الشير فريكشن المطلوبة، بعدين استثنوا من التوتال اللي هو الشير كاباسيتي للبارز الإكزيستينج. يعني حكى لك انه في عندي توب بارز وبوتوم بارز، اصلا هاي البارز موجوده في القطاع. شلون سنه صوتك قطع مره واحده؟
الو مهندس، معلش الو دكتور، معلش هو فصل من عندي. لا ولا يهم حضرتك، انا مش انت تكمل فكرتك للاخر. شفت سولفد اكزامبل لفاصل صب، تم حساب الشير فورس الديماند المطلوب عند فاصل الصب، وتم استثناء الشير كاباسيتي ل اللايرز اللي اوريدي اكزيستنج، حتى يكون كونزرفاتيف المصمم اللي مقترح المثال اعتمد على شبكه واحده فقط ورك. يبدو في مشكلة في الصوت مرة ثانية. وصلت السؤال بالكامل دكتور؟ لا للأسف صوتك ضاع يا باشمهندس أنس، معلش في النص كده صوتك ضاع نهائي. مش عارف انا ايش المشكله، معناته هحكي كلمه واحده، الشير كاباسيتي للاكزيستنج بار في حاله فاصل الصب هل بتدخل معي ضمن الحساب ولا لا؟ لانه في السولف اكزامبل اللي انا شفته هو دخلها، بس هذا هو سؤالي. تمام. نرجع لنفس الكلام اللي هقوله لك دلوقتي، توقف على الانجينيرنج اوف ريكورد على المصمم. كل واحد بيشوف يعني الشير فريكشن مبنيه على تجارب معمليه، وبالتالي لو انا هصمم في اكزيستنج بار انا هاخد الاكزيستنج بار اللي موجوده معايا في الاعتبار. تمام. طيب دكتور انت تطرقت لمسمى معين اللي هو الهوريزونتال شير ترانسفير. يس. هسه الكود الامريكي في تشابتر 2، انا هذا السؤال وجهته الى الكود لكن الان ما حصلت اجابه، انه في تشابتر 16 وفي تشابتر 22، واحد منهم ذكر الشير فريكشن اللي انت تفضلت فيه اليوم، وفي تشابتر اخر ذكر اللي هو الشير هوريزونتال ترانسفير اللي هو في الكومبوزيت بيم. يس. في الهاند بوكس كانوا كاتبين انه الاثنين سيميلر كونسبت، بس هذا مبني على تجارب مختلفه، بالرغم انه في الشير هوريزونتال ترانسفير مكتوب اذا تجاوزت ليميت معين لازم ترجع للشير فريكشن. بس هذا الجزئيه برضه انا اشكر الله ومعلش تاخرت عليكم. لا 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 هذا بيشون صدق، هو الشير فريكشن هم المعادلات مختلفه شويه. في الشير فريكشن شويه الى حد ما فلسفته مختلف على فلسفه الهوريزونتال شير، لان الهوريزونتال شير مبني على الديفرنشال بتوين الكومبريشن اند التنشن في البلوكس. يعني الهوريزونتال شير ناتج اصلا من المومنت، وبالتالي المعادلات بتاعته مختلفه. انا ان شاء الله باذن الله كلنا عمر ممكن نعمل محاضره متكامله على الفرق ما بين الشير فريكشن والهوريزونتال شير في القطاعات الخرسانه وقطاعات الستيل مع الخرسانه ان شاء الله باذن الله. اوعدكم نعمل محاضره كامله على الشير الهوريزونتال شير للقطاعات المركبه في حاله القطاع خرساني والقطاع حديد مع معدني مع خرسان. تمام اشكرك دكتور. تحت امر حضرتك. اعتقد كده وصلنا للليميتس. شكرا لكل اللي بقى معانا وشاف المحاضره، ولو في اي حد عنده اي سؤال او الاسئله طبعا كتير قوي ما للاسف ما قدرتش اجاوبها، اتمنى يعني ممكن تبعت لي على صفحتي الشخصيه في اي وقت. واشكر كل القائمين على بيم ارابيا وبشمهندس عمرو سليم والجروب اللي معاه على اتاحه الفرصه، وان شاء الله اشوفكم على خير وستي سيف. شكرا دكتور. شكرا خالص دكتور.